هنا القاهرة. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة أول أيام شهر سبتمبر. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم يوم جديد من صباح الخير يا مصر. كالعادة معانا سؤال حلقة، الحقيقة يعني سؤال حلقة هياخدنا كده لشكل العلاقات الأيام دي، بنشوف حاجات غريبة الحقيقة. فده هياخدنا لسؤال حلقتنا النهارده اللي هو ايه؟ على أي أساس المفروض نختار شريك حياتنا؟ إيه الصفة اللي المفروض إن هي يعني تخلينا مطمنين كده وإحنا معاه؟ متهيألي حاجات كتير قوي تختلف من شخص لشخص، لكن أعتقد في ثوابت يا عبد الصمد. أعتقد، أنا بقول كده برضه. أنت تعتقد برضه. لكن خلي بالك، هو في نوعين من الاختيار، في اختيار قائم على اللاوعي وفي اختيار قائم على الوعي. ومن المحزن جدا ان الشخص وهو بيختار شريك حياته تلاقيه بيفكر او بيبص تحت رجليه بعيدا عن طول النظر. يمكن في مثل امريكي بيقول لك: وانت بتختار اختار باذنك ولا تختار بعينك. والسبب في ده اللي انت لازم يكون عندك طول نظر. احيانا بنلاقي البنت بتقول انا عاوزاه يكون مجنون، بيسافر، يكون شكله حلو، يكون جاي بقى على حصان، واحنا عارفين جو فتى الاحلام ده يا جمانه يعني. والولد يقول لك انا عاوزها تكون برضو منفتحه وبتسافر وتقول لي بحبك، وجو نشوف بقى بانر كبير ومكتوب عليه احمد بيحب مش عارف مين، والحاجات المجنونه اللي احنا بنشوفها دي. لكن على كل حال ده لوحده لا يكفي ان انت تفتحي بيت ويكون البيت ده مستقر، لان من وجهه نظري انا ان 80% ان لم يكن اكتر من اسباب الطلاق هو فكره عدم تحمل المسؤوليه. طبعا لازم وانت بتختار شريك حياتك، وهو دي بقى الوعي مش الشكل كل حاجه، لازم وانا بختار شريك حياتي يكون عندي نوع من انواع الوعي. لازم ان انا اختار شخص يكون عنده مسؤوليه، يكون عنده مشاركه، ويكون في نوع من انواع الحنيه ما بين الطرفين اللي هم بيحنوا على بعضهم البعض. لازم يكون عندي كمان يا جمانه، واحنا كلامي عميق شويه ولا لازم يكون عندك، اتفضل. عندي ولا عندك؟ انا بتكلم على الشخص اللي بيشوف. فانا بسمع. لازم يكون المشاركه، لان احنا النهارده احنا بنتكلم في بيت. الاسره دي لما خلاص بقى اسره هتتكون، هيكون في خلفه، هيكون في مسؤوليه. المسؤوليه لازم تكون قايمه على المشاركه، مفيش انا، لا في نحن، احنا الاثنين بعض صفاتنا بنتخلى عنها علشان خاطر العجله تمشي زي ما بيقولوا، او البيت يمشي، يعني زي ما بيقولوا كده التنازل يعني. بالظبط، التنازل او الموائمه، بلاش التنازل، الموائمه. صحيح يعني. بص انا عارفه انت هتسالني السؤال ده وعملت سألوني من بدري. بس انا هقول لك، انا بالنسبه لي انا يعني في الاول كام حاجه كده لازم ابص عليها قبل حتى ما اشوف سمات الشخص او صفات الشخص اللي قدامي، اللي هي ايه؟ علاقه الشخص ده بربنا عامله ازاي، علاقته باهله عامله ازاي، علاقته باصحابه عامله ازاي، طريقه التعامل بتاعته مع اللي اقل منه ومع اللي اعلى منه عامله ازاي، مع اللي اضعف منه عامله ازاي. الاول نشوف كده طريقة المعاملة دي، العلاقات دي شكلها عامل ازاي، وبعدين نبص نشوف سمات الشخص بقى وصفاته عاملة ازاي. الصفات ممكن تكون نسبية من شخص لشخص، أو من حد لحد، لكن في حاجات كده اعتقد كلنا اكيد نحب او نتمنى ان هي تكون موجوده في ان كان انت بالنسبه لك شريكه بالظبط شريكه حياتك او الشريك عامه في الحياه. يعني عارف حرم على النار كل هين لين سهل قريب من القلب. صحيح. يعني فكره ان يكون حد قريب زي ما احنا كده بنقولها باللغه الدارجه دي اللي احنا بنقولها برضو بالعاميه، يكون حنين، يعني يكون بيعرف يتسامح، يعرف يتقبل الآخر، يعرف يتعامل مع الآخر، صحيح. يعرف يتقبل زلات الآخر وأخطاء الآخر. كلنا مفيش حد فينا كامل، يعني كمال لله وحده، لكن كلنا عندنا أخطاء، فلازم نتقبل إن إحنا عندنا أخطاء ونتقبل إن إحنا مختلفين عن بعض. في حاجة مهمة قوي هنا في اللي أنت بتقوليه ده، كلام غاية في الأهمية، بس أنا عاوز برضه أقول حاجة، لأن في بعض الناس يقول لك إيه، خلاص أنا هاخد فلانة والعشرة بتغير. لا بقى، انا ضد الموضوع ده تماما. العشره ما بتغيرش. في حاجات ممكن تتغير، في مثلا لو هي او هو عصبي، حد فيهم عصبي شويه، ممكن مع مرور الوقت يبقى اهدى شويه لو عرفنا نتعامل مع بعض، لو بقى متحمل المسؤوليه. عشان كده دايما بقول لك ايه، ابص بعناية الاول، اشوف الشخص ده لما يتحط في موقع مسؤوليه هل هيتعامل مع الامور بعصبيه زي ما هو موجود، ولا هننزل على ارض الواقع. حاجه برضه يا عبد الصمد عشان نكون واقعيين، يعني عارف الجمله اللي بيقول لك يستفزونك ليخرجوا اسوأ ما فيك؟ بجد والله، يعني في شخص هو ده بقى اسوأ ما فيا، ممكن يعرف يتعامل معاك في عصبيتك ففعلا ما يطلعش الوحش اللي فيك. صحيح. يعني تتعصب وتتنرفز بس يعرف يوقفك عند حته معينه. في شخص يفضل يضغط عليك حتى لو مش من طبيعه شخصيتك ان انت عصبي بزياده او بتغلط او بتتمادى في العصبيه. صحيح. يضغط عليك لدرجه ان انت تطلع حتى بعض الصفات اللي مش فيك. فلازم نبقى عارفين زي ما قلت لك امتى نعرف نقف، يعني نتعامل مع الموقف من صحيح. غير نديه. عشان كده بقول لك فكره ان انت تكون لين، تتقبل ان اللي قدامك ممكن صحيح. يتعصب، ممكن يتنرفز، ممكن يكون عنده ضغط ايا ما كان. ففكره انه يكون هين ولين دي مهمه جدا. صحيح. يكون صريح وقادر على المواجهه، يعني يعرف يقول اللي جواه، مش كذاب كمان، ما هي صريحه، مش يعني مش كذاب، يعني يقدر يكون عنده قدره ان هو يواجه اي موقف، حتى لو غلط يقدر يقول انا غلطت، عنده من الشجاعه ما يكفي لمواجهه الامور. بالظبط، انا اسف خلاص. حاجه مهمه قوي بقى الموده والرحمه. طب يعني لا، ده لسه في حاجات سبحانه وتعالى حتى طبعا. قال من اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها طبعا. وجعل بينكم مودة ورحمة. أهم حاجة المودة والرحمة برضه. وده هيرجعنا للنقطة اللي كنت بتكلم معاك فيها، اللين، لين القلب واللين في التعامل نفسه. في كمان يعني في الحقيقه في حاجات كتير قوي المفروض يعني نتعامل معاها، لا كتير جدا جدا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم انه للاسف الشديد، للاسف لو بصينا لنسب الطلاق للاسف عاليه جدا. ليه بقى؟ زمان العلاقه الزوجيه دي كان ليها قدسيه. صحيح. يعني ما ببقاش داخله بروح انه والله لو ما عجبنيش الموضوع عادي وانا ممكن اتطلق، يعني ما كانش فيه الروح دي. دلوقتي احنا بنشوف انه لا عادي، يعني ايه اللي هيحصل، يعني هجرب وما عجبنيش هطلق خلاص. صح. عادي. لا ده الروح دي اصلا لوحدها، تحمل المسؤوليه في حد ذاتها، الروح دي لوحدها كفيله انها تخلينا مش قادرين او ما عندناش الطاقه ان احنا نستحمل بعض. لو بصينا لعلاقاتنا عامه في الحياه، اخوات، صحاب، اب وام مع اولادهم، في مواقف بتتفرض علينا، في مواقف صعبه بنعدي بيها، بس عشان احنا عارفين ان العلاقه دي غير مشروطه ان كان صحيح. اب وام او اخوات، عارفين ان احنا هنكملها وبنستحمل بعض، ونبقى مدركين انه مهما حصل احنا مكملين مع بعض وعلاقتنا ما ينفعش تتقطع. ما بقولش ان احنا نتنازل، ما بقولش، انا مش مع فكره انه الحب ما فيهوش كرامه، لا في كرامه، ولو حد بيحب حد فعلا وبيحترمه مستحيل يجي جنب كرامته. صحيح. دي مستحيله. ما بقولش نتنازل، لكن بقول نوائم المواقف، يبقى عندنا نفس ان احنا نتعامل مع بعض. انا واحده عايشه قبلك بقالي كتير، وانت واحد عايش قبلي بقالك كتير، فاكيد في اختلافات في شخصياتنا، اكيد في اختلافات في شخصياتنا، قررنا ان احنا نكون سكنى لبعض، فلازم ان احنا نكون في نوع من انواع المصارحه. الجمال مش كل حاجه، لان هو الجمال نسبي، الجمال بيختلف من احمد لجمانه. انت ممكن يكون ليكي متطلبات او شكل معين في الجمال، وانا ليا متطلبات وشكل معين في الجمال، لكن الجمال لوحده ما بيبنيش بيت سعيد، ما بيبنيش اسره سعيده. لا الجمال ده والله اساس يعني وعظم الحياه الزوجيه يا جمانه، هي فكره الراحه النفسيه، هي المسؤوليه، هي المشاركه، وان هم يتقوا ربنا في بعض. دي اهم حاجه. لازم يكون ابن ناس او بنت ناس، ولاد اصول. وبالمناسبه ابن ناس او بنت ناس، لان للاسف المسمى بقى بيتحور اليومين دول، ملهاش اي علاقه بالمستوى المادي. ابن ناس او بنت ناس، مين هو ابن الناس؟ جزء من الناس اللي هو ابن الأصول، يعني ممكن تلاقي حد من على العادات والتقاليد بسيطة جدا تقعد قدامهم تتعلم فعلا الأصول وتتعلم الأخلاق وتتعلم المبادئ. لازم تكون كمان مبادئنا قريبة على الأقل من بعض. احنا بنشوف ناس من الشرق وناس من الغرب ولا هطبقها على طباعي ولا هيتغير، مفيش الكلام ده يا جماعة، محدش بيتغير، مفيش، في حاجات ما بتتغيرش، البخل ما بيتغيرش، الأنانية ما بتتغيرش، في حاجات ما بتتغيرش، في بعض الحاجات اللي ممكن نتعامل معاها وممكن احنا نتعامل والشريك ممكن يحاول يقللها شويه، زي العصبيه مثلا، هنا ممكن دي يعني ممكن نوصل لحل في النص. صحيح. لكن الانانيه، البخل، في حاجات كده مستحيل تتغير. فخلينا نقول انه لازم نرجع كده لزمان ونحترم علاقه الزواج. ده مش دي مش تجربه احنا داخلينها، ما عجبتناش يعني نمشي. ابهاتنا وامهاتنا واجدادنا ازاي البيوت دي كانت يعني دايما عمرانه بالخير والبركه وبتعيش، هتلاقي ان هم في مشاركه وبيحترموا بعض، عشان كانوا بيستحملوا بعض. احنا لما بنبص على السوشيال ميديا دلوقتي جدل انه على فكره الزوجه مش من دورها ان هي تطبخ في البيت او تنظف في البيت، والناحيه الثانيه لا الزوجه لازم تنظف في البيت. يا جماعه بمنتهى البساطه متحامله قوي على الرجال على فكره. انا خالص على فكره بالعكس، ده انا بقول انه والله لو هو مقتدر تحت اي ظرف هو يجيب اللي يساعدها في البيت. صحيح. ولو هو مش مقتدر تحت اي ظرف هي تقوم بواجباتها في البيت. الموضوع مش محتاج كل هذا السجال. على فكره مش لازم يجيب اللي يساعدها في البيت، هو يساعدها في البيت مثلاً. على فكره ده يعني حاجه لا تنقص من رجوله الشخص ابدا، اللي هو يكون حنين على زوجته، اللي هو يساعد زوجته في متطلبات المنزل حتى على الاقل. على كل حال احنا طولنا على الساده المشاهدين اعتقد، بس الموضوع كبير بس جدا، بس السؤال يهمنا ان احنا نعرف ردودهم يعني بالظبط. وعلى اي حال احنا معانا فقره هنتكلم فيها عن الموضوع ده تحديدا بالتفصيل، احنا مستنيين اجابات حضراتكم. يعني ده جزء حاولنا نختصر انا وعبد الصمد اجاباتنا شويه على حضراتكم. خلينا نعرف كمان اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. مره ثانيه السؤال هو على اي اساس المفروض ان احنا نختار شريك الحياه، وايه الصفه اللي تخلينا مطمنين واحنا معاه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما سمعتونا واحنا بنتكلم على ازاي بنختار شريك الحياة، اختيار شريك الحياة بيجي بعد منه التزام تاني، وهو بقى شراء الذهب والذي منه يعني، والحاجات اللي احنا عارفينها الظريفة دي. فخلونا نروح لزميلتنا لميا ونطمن منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع 19.25 والشراء 19.18. اليورو سعر البيع 19.23 والشراء 19.15. جنيه استرليني سعر البيع 22.35 والشراء 22.25. فرانك سويسري سعر البيع 19.66 والشراء 19.57. اليوان الصيني سعر البيع 2.79 والشراء 2.78. الريال السعودي سعر البيع 5.12 والشراء 5.10. دينار كويتي سعر البيع 62.50 والشراء 62.16. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع 5 جنيه 24 قرش والشراء 5 جنيه 22 قرش. ودلوقتي هنروح نعرف متوسط أسعار الذهب. عيار 18 سجل النهارده 955.7 جنيه للجرام. عيار 21 سجل النهارده 1115 جنيه للجرام. عيار 24 سجل 1274.2. الجنيه الذهب اخيرا سعره 8920 جنيه. ودلوقتي نرجع لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. خلينا كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أول فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس أداء المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. أيضا سيادة الرئيس منح المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/9/2022. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. كمان امبارح كان في بالتأكيد مجموعة مهمة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء على التواصل اليومي مع محافظ البنك المركزي، وكمان التنسيق الكامل بشأن المحاور الاقتصادية في الفترة القادمة، وكمان افتتاح رئيس الوزراء لسلسلة معارض أهل المدارس، ده غير الجولة التفقدية للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية والشرقية. في مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، أهمها الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه في اتصال يومي بيتم مع محافظ البنك المركزي للتنسيق الكامل بشأن عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة. كمان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بعد في الدعاوى المدنية بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده في إطار تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ خطة التحول الرقمي لمختلف جهات الدولة. امبارح برضو تفقد الدكتور مصطفى مدبولي معرض أيادي مصرية اللي بيقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبيحمل عنوان بكل فخر صنع في مصر، وأشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات الموجودة في المعرض، وأكد على دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف عمليات التصنيع. برضو امبارح افتتح رئيس الوزراء المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهل المدارس والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، وأكد مدبولي على أن الدولة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها مهتمة بالعمق الإفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وكمان ترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون مع القارة السمراء. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول كونستانينيوس فلوريس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية. اللقاء تناول العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية شمع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات اللي بتتم وتذليل أي عقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح برضو أكد المتحدث العسكري على مواصلة جهود القوات المسلحة في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية واللي بتمثل 22% من إجمالي مساحة مصر، وتم إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية، وده ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق اللي تم إزالة تلك المخلفات منها واللي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات. اتفضلي. ابدا. زي ما تابعنا مع حضراتكم الحقيقه في هذا التقرير بعض من اهم الاخبار اللي حصلت امبارح، طبعا من اهمها الاجتماع الاسبوعي للحكومه والموضوعات اللي ناقشها. طبعا كان في موضوعات كتير جدا الحقيقه، انا يعني من وجهه نظري اللي توقفت عنده كمان معرض اهل المدارس يا عبد الصمد. احنا شايفين في ظل التضخم العالمي وفي ظل ارتفاع الاسعار الدولة الحقيقة بتحاول تقوم بدور كبير جدا في انها تسهل على المواطنين، وان هي تقدر انه يعني نتعامل مع الموقف العالمي والأزمة الاقتصادية العالمية. احنا طبعا داخلين على المدارس خلاص، وعارفين انه وقت المدارس ده بيكون يعني في حاجات كتير جدا لازم تتجاب، ان كان لبس المدارس، ان كان المواد الغذائية، ان كان الأدوات اللي بيحتاجوها في المدرسة. يا عبد الصمد بيبقى في متطلبات كتير جدا. المعرض ده معرض مهم جدا، اكيد بدوره ان هو يقدر يسهل على المواطنين بشكل كبير جدا، ويقدر يساعدهم في ان هم يقدروا يلبوا طبعا ان كان طلبات المدارس او طلبات اولادهم. ده غير نقطه كمان مهمه جدا، هو الاهتمام بالصناعه المصريه يا عبد الصمد. صحيح، توطين الصناعه. انا لفت نظري في مجموعه الاخبار اللي كانت موجوده في التقرير اللي فات ان القاسم المشترك الحقيقي اللي موجود، وفعلا بقى مش كلام والله انشا ولا حاجه، ان القاسم المشترك هو المواطن، تخفيف العبء من على كاهل المواطن. هنلاقي في أول الخبر اللي كان خاص بتطوير منظومة التقاضي ورقمنتها، بيخفف الأعباء من على كاهل المواطن، بدل ما ينزل ويروح للمحكمة. وانت عارفة الدورة القضائية كانت بتاخد في الماضي قد إيه، انت بتخففي ده. ومنظومة التقاضي عن بعد حاجة مهمة جدا وغاية في الأهمية. هنلاقي الخبر الآخر بتاع أهل المدارس، برضو الهدف الرئيسي منه، وإحنا مقبلين بقى خلاص على بداية عام دراسي جديد، فكرة اللي انت بتخفضي الأسعار من 30 ل 50% عن مثيلتها اللي موجودة في الأسواق. أعتقد مفيش حد أبدا بيكون مهتم هذا الاهتمام وبهذا الشكل بالمواطن غير هنا في مصر. في مصر بس هتلاقي ده اللي بيحصل، اللي انت ازاي الناس داخلة على موسم رمضان، تلاقي اهلا رمضان وكان بيتعمل كده. صحيح. كلنا واحد علشان خاطر تقلل السلع التموينية والاستهلاكية علشان تخففي للمواطن. كمان كان في امبارح خبر فكره زياده الدعم على البطاقه التموينيه. صحيح. الهدف منه استثنائيه طبعا، بالظبط، زياده استثنائيه لمده 6 شهور، الهدف الرئيسي فيها هو المواطن. فتلاقي القاسم المشترك، حتى خبر افريقيا اللي كان موجود كان الهدف منه ايه؟ تحقيق معدلات نمو والاهتمام بالعمق الافريقي في الاستراتيجيه الوطنيه او الاستراتيجيه التنميه المستدامه. خلاص، الاهتمام بالعمق الافريقي. واعتقد شفنا ازاي مصر كانت مهتمه بالعمق الافريقي، وازاي العلاقات المصريه الافريقيه بقت يعني في أعلى مستوياتها منذ تولي السيد الرئيس للاتحاد الإفريقي ورئاسة الاتحاد الإفريقي. طبعا. فهو الهدف والشغل الشاغل اللي دايما بتسعى الدولة ليه هو فكرة اللي انت ازاي تحقق خدمة كويسة، والخدمة دي تلقى استحسان وقبول من المواطن. من 30 نقطة كمان مهمة جدا يا عبد الصمد، يعني بالنسبه اللي بيحصل في العالم عامه، الازمه الاقتصاديه العالميه، حتى التضخم اللي احنا بنطلق عليه حتى اقتصاديا التضخم المستورد من الخارج. صحيح. كان ممكن ان احنا نتكلم انه هنعمل ايه، دي ازمه عالميه، ازمه اقتصاديه عالميه، العالم كله بيعاني. وبالمناسبه بنشوف ده بيحصل في اكبر الدول واكبر الاقتصاديات واقواها. احنا شايفين الدوله بتتحرك، مش ان احنا بنعلق شماعه ما يحدث على الظروف الاقتصاديه، لا، احنا بنحاول نساعد، بنحاول نقدم حلول بديله. طبعا عارفين ان احنا ما عندناش حاجه اسمها تسعيره جبريه، فبالتالي بيكون في طرق ثانيه موازيه ان احنا نقدر نخفف. صحيح. عن كاهل المواطنين، ودي نقطه مهمه جدا. الناحيه الثانيه بنحاول ان احنا نقوي الصناعه المصريه ونوطن الصناعه المصريه، فبالتالي بنوفر. صحيح. كمان فرص عمل، فبالتالي بنقدر كمان ان احنا نرجع مره ثانيه للصناعه المصريه القويه. احنا عارفين ان احنا في وقت من الاوقات يا عبد الصمد، الصناعه المصريه او جمله صنع في مصر لوحدها كان ليها سعرها، فاحنا بنحاول نرجع ليها تاني مره ثانيه. ده مش هيحصل غير لما نقدر نوفر فرص عمل. بشارك، دي كانت كلمة دولة رئيس الوزراء امبارح في جهاز تنمية المشروعات. الراجل قال لك ايه؟ قال لك انا النهارده عندنا 200 عارض، سنة بعد سنة نسبة المكون المحلي اللي موجودة بترتفع. فده بيدل او يدل ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح لتوطين الصناعه. طب الازمات اللي موجوده دي كلها يا جمانة اللي انت اتكلمتي عليها، سواء كانت الازمه الاوكرانيه او فيروس كورونا او غيرها، اللي مخلي الاقتصاد المصري حتى الان قادر على زي ما بيقولوا تلقي الصدمات، مرونه الاقتصاد، تنوعه. السبب اللي انت كان عندك تنبؤ، كان عندك تخطيط جيد، فكره مشروعات قوميه كبرى اتعملت، زراعيه، شفنا بقى الدلتا الجديدة، بنتكلم على تقريبا 2,200,000 فدان، ركيزة أساسية لها مستقبل مصر، 1,200,000 فدان تقريبا. وشفنا توشكا، إعادة إحياء مشروع كان خلاص اتقفل عليه ومحدش سمع عنه، بعد ما قعدنا هي عندنا توشكا والناس كلها كده وخلاص توشكا مات. لا، رجعنا المشروعات القديمة، أحيناها من أول وجديد علشان خاطر يكون عندنا نظرة مستقبلية. طبعا والحمد طبعا. لله النظره المستقبليه دي هي اللي نفعتك النهارده. يعني النهارده بسبب وجود مكون محلي، مش هنقول ان احنا وصلنا 100%، ودايما بنقول ان اللي حصل ده هو خطوه لسه من 1000 خطوه، واحنا لسه محتاجين كتير، لكن احتياجنا ده عمره ما هيجي غير باراده حقيقيه منا احنا كمواطنين، ودافع قوي منا احنا كمواطنين في العمل والانتاج. كانت منظومه عمرنا ما هنتغير غير بالعمل والانتاج طبعا يا منظومه متكامله. لازم نبقى عارفين كويس جدا جدا احنا كنا فين، موقعنا كان فين فعلا، صحيح، واحنا بنعمل ايه، واكيد احنا يعني اكيد احنا كده ما اكتفيناش، اكيد احنا لسه محتاجين شغل اكتر بكتير. احنا لو بصينا بس للعالم الخارجي هنشوف هو سابق بقد ايه. احنا بنحاول ان احنا نواكب اللي حصل خلال السنين اللي فاتت، إن كان في التكنولوجيا، إن كانت في متطلبات سوق العمل، إن كان في الصناعة، في حاجات كتير جدا، قطاعات كتير جدا. حتى البنية التحتية اللي كانت موجودة في مصر قبل خلينا نقول مثلا قبل 7 سنين حتى، يعني حتى لا تليق بالمواطن المصري، لا تليق. الخدمات اللي كانت موجودة في المحافظات والمراكز والمدن الكبرى لا تليق بالمواطن المصري. عشان نقدر نقول المواطن عليك واجبات، لازم كان ياخد حقوقه، وده اللي حاصل دلوقتي. طيب خلينا نروح مع حضراتكم على اي حال لجوله للمحافظات، بما ان احنا كنا بنتكلم على المحافظات. معانا كمان مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، ابرزها اعتماد جميع المنشآت الطبيه التابعه للهيئه العامه للرعايه الصحيه في بورسعيد، واللي بتأدي خدمه التأمين الصحي الشامل. ايضا في الغربيه تم افتتاح 3 مدارس جديده في قرى حياه كريمه، وبني السويف تم تخصيص 32 فدان لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية. وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. البداية من بورسعيد اللي أعلنت فيها الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم اعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة ليها في بورسعيد بنسبة 100%. المنشآت دي شملت 35 مركز ووحدة طب أسرة بتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفع التأمين الصحي الشامل. في الغربية تم افتتاح 3 مدارس بقرى مركز السنطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المدارس دي بتساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز السنطة من خلال 55 فصل دراسي جديد. في الفيوم تم تحصين 105,000 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، واللي بدأت في 14 يوليو اللي فات. في شمال سينا الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالعريش أطلقت فعاليات جديدة من البرنامج الرئاسي أهل مصر لخدمة شباب محافظة شمال سينا، وده تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتمكين وتأهيل ودمج الشباب. في بني سويف أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 32.93 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمركز الوسطي لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية. في البحيرة أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن حصولها على المركز الأول بالنسخة الرابعة لدوري التميز السنة دي، واللي أقيم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. في كفر الشيخ أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين عن الانتهاء من 52 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد. في القليوبية تم بدء الأعمال التحضيرية لمشروع ممشى أهل مصر المرحلة الثالثة ج بمدينة بنها، والمرحلة دي هتبدأ من أمام مجلس مدينة بنها ولحد الملاهي الخاصة بنادي الشرطة. في الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة افتتح أولى جلسات مشاركة مستشفيات جامعة الفيوم ضمن منظومة الكشف الطبي عن بعد. في الغربية قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إن قوافل الجامعة اللي انطلقت خلال يوليو وأغسطس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ساهمت في محو أمية 820 مواطن بقرى الغربية. هنروح دلوقتي للميا مرة تانية علشان نعرف منها ملخص كده سريع عن أحوال الطقس. اتفضلي يا لميا. شكرا أحمد. النهارده الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهارده 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بعد شوية بالتفصيل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة: إيه هي صفات أو مواصفات شريك الحياة اللي انتوا شايفين إن هي المفروض تكون موجودة، أو إيه الصفة اللي لازم تكون موجودة عشان تحسوا إن انتوا مطمنين مع هذا الشريك؟ خلينا نشوف بعض تعليقات حضراتكم على صفحة البرنامج. في علاء هارون بيصبح علينا أنا وأنت يا أحمد، صباح الخير على حضرتك يا أستاذ علاء، وبيقول أول حاجة الحب والتفاهم والراحة النفسية، المودة والطيبة، وأهم صفة بالنسبة لي تكون على خلق وقدر من الجمال. طيب في معانا جيهان المصري بتصبح علينا من الإسماعيلية، وهي بالمناسبة على طول يعني مشاركة ومتابعة جيدة لينا جيهان دي، وبتقول جمانة وأحمد شريك الحياة لازم يتم اختياره بعناية وبذكاء شديد، أعرف إنه غيور كريم جدع ومش بيفرط فيا بسهولة، وأعرف أحتويه ساعتها شكرا، أصبح زوج ناجح وكمان جيل ناجح. تحياتي لزوجي العزيز، ربنا يخليه لك يا رب. تحياتنا احنا لحضرتك والله. في كمان فاطمه محمد عبد العزيز بتقول اهم شيء الصراحه والصدق، ده اهم مبدا لانه ده عنوان التفاهم. طيب معانا كمان نسمة رأفت بتقول صباح الخير والسعادة عليكم المذيعين المتميزين والأعزاء على قلوبنا، والله بنشكرك يا فندم. أول وأهم حاجة الأسرة اللي بينتمي ليها الشخص والوسط الاجتماعي والثقافي، فالتوافق الاجتماعي الثقافي من أهم العوامل، ثم يأتي بعد ذلك الالتزام الديني والأخلاقي، طبعا القبول، وهذا يكون بتوفيق من المولى عز وجل. إذا تحقق هذا الأساس بنجاح فمن الممكن البحث عن مسألة نوع الشخصية والطباع، ده مقسمة عارفة اللي هو يعني احنا بنشوف ليفل 1 الأول هناخده وبعد كده الثاني وندخل على ليفل الوحش في الآخر ونتجوز بقى. وإذا حصل توافق فتكون البداية مبشرة والله الموفق، الله الموفق والمستعان فعلا يا أستاذة نسمة. طيب في رامي مورا بيقول صباح الخير عليكم، صباح الخير عليك يا رامي، بيقول أولا لازم مستواهم الفكري يكون واحد صحيح، ولازم يكون في ود وتفاهم ويرفع من شأنها، وأهم حاجة إنه يحسسها بالأمان وهي تكون على قدر من المسؤولية، طبعا لازم الحب بين الطرفين والمشاركة بتقوي العلاقة ومش بتقلل من شأن حد. يعني اخد تعليق اخير؟ اتفضل. استسمحك يعني. اسمح. طيب في محمد حسني محمود بيقول اختيار شريك الحياة يكون على اساس الدين، لازم تكون واحدة متدينة، واكون انا شخصيا شخص متدين وعلى قدر من المسؤولية، وهنا يقصد فكرة اللي هو احنا نتقي الله في بعض. اللي احنا اتكلمنا يعني فيها دي نقطة طبعا مهمة أكيد. طيب دي كانت بعض إجابات على سؤال حلقتنا النهاردة، لسه مستنيين إجابات أكتر وتقولوا لنا شايفين إيه الصفات اللي لازم تكون متواجدة في شريك الحياة، وإيه الصفة اللي بالنسبة لك أو بالنسبة لك هي اللي تحسسكوا بالأمان مع هذا الشريك. على أي حال هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول، استنونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونتكلم عن أهم الأخبار التي ستحدث اليوم. النهاردة وزارة التموين هتبدأ صرف السلع التموينية وده على بطاقات التموين، طبعا بعد الزياده اللي وجه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمه اجراءات خاصه بالحمايه الاجتماعيه الاستثنائيه. وكمان وزاره الداخليه هتوفر مستلزمات المدارس للطلاب بتخفيضات تصل الى 30% ضمن مبادره كلنا واحد. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التموين هتبدأ في صرف السلع التموينية على بطاقات التموين بعد الزيادة اللي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية. النهاردة وزارة الداخلية هتطلق فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية ولمدة شهر، وده بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد. المبادرة بتوفر كل المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة بتصل ل 30%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. برضو النهاردة هتنطلق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، والنتيجة هيتم إعلانها قبل يوم 10 سبتمبر. النهاردة هتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى في لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري، وهتستمر لحد يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر لكل المراحل السنية، وده معناه إن كل فريق أمامه أسبوعين لقيد لاعبيه من قائمة الموسم الماضي وأيضاً العائدين من الإعارات. دلوقتي خلينا نروح نتعرف على آخر أخبار الطقس اللي لمياء زميلتنا لمياء حمدين هتقولها لنا بالتفصيل. لمياء اتفضلي. صباح الفل جمانة. دلوقتي هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهارده الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهارده الصبح شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق. لمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهارده معانا على التليفون الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. خلينا نطمن من خلال حضرتك النهارده على حالة الطقس اليوم. احنا طبعا اليوم وغدا بنشهد تحسن في الاحوال الجويه، الاجواء الصيفيه المستقره مع كمان مزيد من التحسن في الاحوال الجويه. احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فالدور بيحجب جزء من اشعه الشمس، فطبعا بيحد من تاثير اشعه الشمس، وكمان طبعا معاه فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه العالمين، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، فقط بتخلينا نحس بمزيد من التحسن في الاجواء. بالاضافه كمان ان احنا فترات النهار وبعد فتره الظهيره بيكون في نشاط لرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح ده بيساعدنا ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، فبنحس بانخفاض درجات الحراره، وده تحديدا بيكون بنحس بيه اكتر فترات الليل، وبنحس بالاجواء المعتدله لفترات الليل. بصفه عامه الاجواء خلال فترات النهار هي اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. زي ما ذكرنا خلال فترات الليل اجواء معتدله تماما، هنحس بانخفاض درجات الحراره بسبب وجود نشاط للرياح. بالاضافه كمان ان احنا فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل متوقع تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه ومدن القناه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق دي، مع تكونها دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا الساعه 3-4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. مهم جدا الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا حذرهم والقياده بهدوء تام مع وجود الشبوره المائيه. يمكن فترات النهار هنحس شويه بارتفاع درجات الحراره بسبب تاثير نسب الرطوبه اللي موجوده في الجو اللي بتتجاوز احيانا 90% على المناطق الساحليه، بتتجاوز 85% على القاهره الكبرى، فنسب الرطوبه خلال فترات النهار هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بحوالي من 2 ل3 درجات، لكن بصفه عامه على مدار اليوم كل الاجواء احسن طبعا بكثير من الاسابيع الماضيه، وخاصه كمان خلال فترات الليل والصباح الباكر هنشعر بالتحسن في الاحوال الجويه. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 23، اسكندرية 30 24، العلمين الجديدة 30 25، مطروح 29 23، سيوة 37 22، بورسعيد 31 24، الإسماعيلية 34 24. نروح للسويس 34 24، العريش العظمى 31 والصغرى 23، طابة 37 26، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 37 28، والفيوم 34 24، بني سويف 35 23، المنيا 36 22. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 22، سوهاج 40 25، قنا 41 27، الأقصر 42 28، أسوان 43 30، الوادي الجديد 40 27، شلاتين العظمى فيها 39 والصغرى 30، وأخيرا حلايب 36 27. عودة لزملائي بالاستوديو لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. نشكرك يا لميا، شكرا جزيلا. طيب نروح لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء وختام هذا المهرجان اللي كان في الحقيقة مسك الختام. امبارح الموسيقار الكبير عمر خيرت اختتم فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء واللي نظمته دار الأوبرا المصرية. قدم عمر خيرت على مسرح المحكة مجموعة من إبداعاته وأشهر مقطوعاته الموسيقية اللي تفاعل معها كالعادة الجمهور بشكل كبير. تعالوا نتابع هذا التفاعل. تظاهرة فنية راسخة ومتنوعة جاء الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 بين جدران محكى القلعة بكوكبة من إبداعات ساحر النغم الموسيقار عمر خيرت. أنا بحضر المهرجان ده من سنة 2002، من وأنا لسه في ثانية إعدادي. المكان ده أحلى مكان في الدنيا، مكان مش مستغل. بنفتحه لمدة 15 يوم في السنة، ما ينفعش، لازم يبقى أكتر. بص الناس يعني الناس بتشتكي من مش عايز أقول لك انحطاط الذوق العام وحفلات المهرجانات طب ما هو الناس بيحبوا الحاجة الحلوة، الناس بيحبوا عمر خيرت، بيحبوا علي الحجار، طب نعمل لهم نخلي المهرجان ده زيه 4 في السنة، 5 في السنة، تمام التمام. الحمد لله والشكر يا رب إن إحنا عندنا في مصر وبلدنا الأمن والأمان اللي موفر لينا إن إحنا نقدر نيجي ونشوف الحاجات الجميلة دي وبننشط الآثار والسياحة في بلدنا. والآثار اللي احنا نيجي هنا أولادي بصراحة لسه مخلصين ثانوية عامة قالوا لي يا بابا في الحفلة في عمر خيرت وفي حاجات كويسة جدا جدا في منطقة أثرية، فلازم نروح نشوف الحاجات الجميلة دي. وزارة الثقافة ووزارة الآثار والسياحة بتوفر لنا إن احنا نزور أماكن أثرية زي دي، وبنحب نشكر طبعا دولة رئيس مجلس الوزراء إن هي بتدعم الفن وبتخلينا نشوفه في كل الأشكال وفي كل الصور في تدعيم موجود في مكان أثري زي ده. طبعا الجو هنا يعني رائع، غير ان احنا الحفلات اللي هي ممكن تبقى غاليه في اماكن ثانيه هنا باسعار مناسبه كويسه ان احنا ممكن نقدر نيجي والجو حلو بصراحه يعني. وكمان الفنان عمر خيرت بصراحه الواحد بيحبه جدا، يحب يحضر كل حفلاته يعني. مجموعه من الالوان الابداعيه الجاده قدمها مهرجان القلعة على مدار 42 لوحة غنائية موسيقية تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وجذب الجمهور بمختلف فئاته وبأسعار تذاكر مناسبة. المهرجان طبعا تحفة وأنا تالت حفلة جيها، والله المكان جميل جدا والأسعار رمزية والناس بتجيله من كل مكان ودليل على كده الدنيا زحمة جدا. حاجة جميلة جدا يعني ما شاء الله، وحاجة حلوة يعني، حاجة ممتعة وحاجة جميلة جدا، ومزار سياحي حلو جدا يخلي السياح يجوا مصر ويتشجعوا إن هم يجوا مصر. حاجة جميلة قوي إن احنا لقينا حاجة زي كده أصلا، فاهمني؟ المهرجان نفسه بالناس دي كلها الفنانين والحاجات دي حاجة حلوة قوي. يأتي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كأحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ونجح منذ ميلاده عام 1990 في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. رامي محمد، التلفزيون المصري. يعني مهرجان القلعة في دورته ال30 أمتعنا الحقيقة على مدار 18 يوم من خلال 42 حفل، طبعا مجموعة من الفنانين كبار، يعني نتمنى أن يكون في محافل فنية أكتر من كده كمان. واللي يبسط كمان يا عبد الصمد الشباب اللي كانوا موجودين والسن الصغير، يعني زي المراهقين كمان اللي كانوا موجودين. اكد لك ان دايما يعني في ذوق. الشباب مش عايز كده يا جماعه على فكره بالزبط. الشباب اهو فاهم فن ورايح يحضر لفنانين على فكره كبار، وبنسمع فن راقي. هي ما كان لا يصح الا الصحيح طبعا. وبعدين احنا يعني شعب برضه ذواق، خلينا نتفق على الموضوع ده. على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر. ومجموعه من الشباب في قريه الروضه التابعه لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ قدروا يحولوا قطعة أرض بيتم استغلالها كمقلب للقمامة بعد تنظيفها وتطويرها كملعب كرة قدم. إيه اللي حصل؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، وهنشوف كمان التجربة الحلوة دي اللي الشباب عملوا حاجة مفيدة ليهم. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع وهنشوف المفاجأة اللي حصلت بعد كمان ما الشباب ده حولوا الأرض دي لملعب كورة. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. أدى المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي منح المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدمته الجليلة للدولة. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود أفنتي، والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها. وأوضحت هيئة قناة السويس أنه فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع ومراقبي الملاحة، وتم التنسيق مع مكتب تحركات توفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع ب5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. نجحت قوات الأمن العراقية في السيطرة على الأوضاع بمحافظة البصرة عقب اندلاع اشتباكات مسلحة، وأكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة وآمن، مشيرا إلى أن القوات الأمنية منتشرة في كافة أنحاء المحافظة. أعربت رئيسة تايوان تساي إنغوين عن تطلع بلادها إلى المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الرقائق الإلكترونية، وخلال استقبالها حاكم ولاية أريزونا دوجوفسي شددت رئيسة تايوان على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة، حيث تشيد شركة تايوان لصناعة أشباه المواصلات مصنعا في أريزونا تصل قيمته إلى 12 مليار دولار. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن موجة الحر في البلاد تسببت بارتفاع نسبة الوفيات بواقع 29% في شهر يوليو الماضي، وخاصة كبار السن. وأشار المعهد الوطني لدراسة الأجواء والمناخ في إيطاليا إلى أنه خلال الأشهر ال7 الأولى من العام الحالي تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تكون الأعلى منذ 200 عام. هذا وتشهد أوروبا ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة، فمنذ بداية أغسطس 2021 تم تسجيل درجة الحرارة عند المستوى 48.8 درجة في بلدة فلوريدا بجزيرة صقلية، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أثينا في يوليو عام 1977. أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 2057 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 368 حالة ظهرت عليها الأعراض و1689 بدون أعراض. ولم تسجل الصين أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتطل علينا أو لتظل الحصيلة حتى الآن 5226 حالة. انتهى موجز أثناءنا، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. مما لا شك فيه ان خلاص السوشيال ميديا يعني بقت جزء كبير جدا من حياتنا اليوميه، ما حدش فينا ما عندوش حساب على فيسبوك، انستجرام، واتساب او اي مكان بقى من المواقع الموجوده، مواقع كتيره جدا. لكن يبقى برضو في نقطه مهمه جدا لازم نأكد عليها، والحقيقه كمان بتشغل بالنا على طول الوقت. اغلبنا ما عندوش لسه ثقافه الاستخدام الامن لهذه الحسابات، دايما عندنا قلق انه ازاي نأمن حساباتنا دي، بمعنى ادق ما بنعرفش نأمن حساباتنا بالشكل الصحيح اللي يخلينا متأكدين ومطمنين ان احنا ما نتعرضش لأي عملية اختراق. ده اللي هيخلينا نسأل النهاردة ازاي نأمن حساباتنا على السوشيال ميديا بشكل آمن وفعال، ايه الأدوات اللي نستخدمها؟ أسئلة كتير جدا هنجاوب عليها دلوقتي مع ضيفنا منورنا في الاستوديو المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات. صباح الخير ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، ازي حضراتكم وصباح الخير على المشاهدين الكرام. صباح الخير يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني خلينا نقول انه كل ما التكنولوجيا اتطورت كل ما طرق الاختراق كمان تطورت. اكيد طبعا. احنا دلوقتي بقى بقينا يعني الوضع عامل ازاي؟ الوضع يقلق ولا بالفعل في لكل طريقه اختراق بقى عندنا طريقه امنه ان احنا نحمي بيها حساباتنا على السوشيال ميديا، لان احنا كل معلوماتنا وكل حاجه خاصه بينا موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا. اللي حاطط الكريدت كارد بتاعه او حتى الكارت بتاعه اللي فيه الفلوس، الحسابات البنكيه، صحيح. كل المعلومات موجوده، ارقام التليفونات، الايميلات، كل حاجه. صحيح، كل حياتنا دلوقتي. احنا في 2022 مبدئيا كده مفيش نظام تشغيل آمن بنسبة 100%، وكل شوية بيحصل فيه ثغرات، والثغرات دي احنا لازم ناخد بالنا منها ونغطيها ببرامج حماية زي ما حضرتك قلت كده في البداية. فاحنا 2022 ده كل حياتنا حرفيا على الميديا، ولسه داخلين على مستقبل تكنولوجي بحت، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، من ضمنها حاجات كتير جدا مفيده من الجانب التكنولوجي الايجابي. في الجانب السلبي اللي لازم نوضحه للمشاهدين النهارده، انه طرق الاختراق بقت زادت قوي، لازم الناس تاخد بالهم منهم وهكذا. طيب، يمكن يعني لفت نظري في كلمة إن دايما بيحصل تحديثات علشان مفيش نظام آمن 100%، ويمكن ده اللي حصل في أحد الأنظمة التشغيلية الخاصة بأشهر ماركات الموبايلات. طبعا. فده يخلينا هنا نسأل نفسنا سؤال: إزاي أحمي نفسي من التهديدات القادمة من خلال الهاكر؟ طيب، هي الفكرة كلها إن أي موبايل أو أي حاسب آلي معاك، سواء لابتوب أو كمبيوتر، لازم يكون في حاجات معينة، صحيح. هنقولها دلوقتي. من ناحية الموبايلات، هي طريقة واحدة بيكشف لك إن الموبايل بتاعك مخترق أو لأ. أنت عامة الموبايل أول ما تشتريه، أو لو جالك هدية أو جالك من أي حد، لازم تتأكد وتعرف إنه مش مكسور حمايته. السوفت وير اللي عليه معلهوش حاجة اسمها روت أو جيل بريك. بمعنى انه الهاكر نفسه لما بيجي يستخدم الموبايل بيحط عليه حاجه اسمها روت بتكسر حمايه الجهاز كامل، فبيقدر يتحكم من عليه اكتر ويحط تطبيقات حتى لو عملت استعاده ضبط مصنع ما بتروحش منك. فبالتالي دي اول حاجه لازم ناخد واحده عليا بس. يعني احترم جهلي بالثقافه التكنولوجيه. لا طبعا بالعكس. يعني ازاي اتاكد من ده، ويعني ايه الطريقه اللي انا هدخل واتشيك او ابص على ايه علشان اعرف ده مكسور حمايته زي ما قلت؟ طب يا استاذ احمد، ايه رايك نقول للمشاهدين ونوضح لهم الطرق اللي الهاكرز بيدخل عليها على الموبايلات والاجهزه، بحيث ان هم ياخدوا بالهم، وبعد كده نقول طرق الحمايه، لانه لازم الطرق دي تتقال. فنتاكد ازاي انه معلوش روت. الموبايل نفسه هتلاقيه ما بيجيلكش تحديثات هوائيه اول باول، تحديثات بتبقى واقفه فيه واصدارات قديمه، دي لازم تاخد بالك منها كويس قوي. الروت بيبقى اصلا، او الجيل بريك، يعني كلمه روت للاندرويد والجيل بريك للاي او اس، بتبقى موجود ايقونتها، حتى لو مش مهما كان، حتى لو بحثت عليها هتلاقي موجود ايقونتها وما بتتمسحش. الروت برضو بيبقى جهاز معمول خاص ليك عشان خاطر انت مستهدف من حاجه معينه، فلازم تاخد بالك منها. ده اول حاجه. تاني حاجه، لازم تتاكد اول باول من التحديثات اللي موجوده عندك. خلاص احنا اتاكدنا ان مفيش شروط، لازم بقى تشوف التحديثات اللي موجوده عندك اول باول. التحديثات بتاعت ايه؟ بتاعت الابلكيشنز؟ لا، تحديثات النظام نفسه. احنا لسه ما دخلناش في موضوع الابلكيشنز، تحديثات النظام نفسه. لان لو تحديثات النظام نفسه قديمه، في ناس بتقول لك لا التحديثات ما بتسدش ثغرات، ما بتعملش اي حاجه موجوده اول باول. لا بالعكس، التحديثات بتسد ثغرات اول باول، ما بتبطئش الجهاز زي ما الناس فاكره. هي في طرق معينه لازم نعملها عشان التحديثات تبقى اسرع من كده، فبالتالي لازم ناخد بالنا من التحديثات. ادي الروت والتحديثات. وفي نفس الوقت مهندس، التحديثات دي بتيجي لموبايلات وموبايلات، يعني هو المشغل نفسه، سواء مثلا هتكلم هنا على نظام تشغيل خاص بموبايل مثلا اي او اس، مش كل الناس ممكن يجي لي لكن ما يروحش لجمانة. هو الفكره كلها على حسب التايم زون، فتره تجريبيه اعتقد. لا، هو التحديث بيجي لكل الناس، بس ما بيجيش لكل الناس في نفس الوقت. ليه؟ لانه بيبقى فيه تايم زون. يعني مثلا انا قاعد معايا اي او اس وحضرتك معاك اي او اس، بيجي في نفس الوقت لان الشركه نظامها كده. لكن الاندرويد ممكن انا اكون معايا جهاز اندرويد وحضرتك معاك جهاز اندرويد، ما بيجيش في نفس الوقت، لان على حسب المنطقه الزمنيه. ممكن بعدها ب 10 ايام، بعدها باسبوع يجي لك نفس التحديث اللي جالي، وهكذا بتستمر التحديثات. الواي فاي طبعا صح، مرتبط بالواي فاي، لان هو لازم يتحدث لما في وجود واي فاي. ما ينفعش في وجود واي فاي، بس بامكانك تعملي الغاء للاوبشن ده وتخليه عامه، لان التحديثات دي بتكون مهمه جدا. دي من ناحيه التحديثات. من ناحيه حاجه ثانيه، من الناس المفروض ما تثبتش اي تطبيقات معدله. ليه؟ لأنه في ناس يعني دلوقتي يعني التطبيقات المعدلة مثلا تطبيقات الواتساب اللي هي المعدلة اللي بتديكي اختيارات معينة بتديكي مثلا عدم ظهور مش عارف الواتس الذهبي والحاجات دي، كل دي تطبيقات معدلة أشخاص زينا وزيكم عاملينها ومعدلين في الأكواد بتاعتها بحيث إن أنا آخد كل بياناتك. ده أكبر خطر، وخلوا الناس تاخد بالها كويس قوي من الموضوع ده، لأن الموضوع ده هيفرق جامد جدا معاهم. ثالث حاجه، رابع حاجه برضو لازم نقولها، الالعاب اللي بتتثبتش على التليفون اصلا حتى طبعًا. لو مش بستخدمها طبعا هي اصلا كده كده اي تطبيق خارج المتجر بتاعك الرسمي اوعى تثبته على الموبايل، لانه لو ثبته كده كده ممكن يكون اصلا من على المتجر الرسمي. لازم يكون من على المتجر الرسمي، بره المتجر في التطبيقات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي موجوده في المتجر الرسمي، في بعضها لا موجود. لا لا مستحيل، الواتس المعدل والحاجات اللي هي المعدله وكده بيكون نظام التشغيل مش هيقبله اصلا، هو نظام التشغيل هيقبله من على المتجر الرسمي، هو هيحذرك بس. الناس عشان عايزه ده، نص مصر عامله الموضوع ده، لانه الناس لو عايزه التطبيق ده هتثبته حتى لو قال لك تنبيه في الاول، لانه كده التحديثات الجديده بتجيب لك تنبيهات في الاول ان التطبيقات دي خارج المتجر وممكن تشكل ضرر عليك في الجهاز، فانت عايز تثبتها ولا لا؟ فبيختار ايوه عايز اثبتها عشان خاطر هو عايز المميزات اللي هي اغرته دي. يعني مثلا في ناس كتير برضو بشوفها بتكون قاعده مع ناس تقول لك انا جبت لك مثلا تطبيق تاني بيعدل لك حاجات كتير جدا في الجهاز مش موجود وكده، فبالتالي بياخدوا منه عن طريق تطبيقات الارسال الخارجيه وبيثبتوا عنده وبيدي له المميزات اللي هو عايزها، بس ما بيعرفش قد ايه هو بيتسحب منه بيانات كتير بيضر نفسه بالظبط كده. طيب دي من ناحيه التطبيقات اللي هي خارج المتجر. برضو الناس تاخد بالها جدا من حته الهندسه الاجتماعيه. مفهوم الهندسه الاجتماعيه ده ناس كتيره جدا مش عارفاه، ناس كتير فاكره اللي اختراق شاشه خضراء وارقام وزي الافلام اللي بتحصل والكلام ده. الهندسه الاجتماعيه دي مفهومها باختصار شديد ان انا ممكن اتكلم معاكي من غير اي برنامج، من غير اي حاجه، ماليش دعوه بالاختراق خالص، اتكلم معاكي واقنعك بحاجه حضرتك شغاله فيها او حاجه ليكي مثلا طلب عليها، واقول لك الحاجه دي موجوده عندي بس املي البيانات دي والفورم ده، وافضل اسحب منك معلومات لحد ما اكون كلمه السر بتاعتك او اكون الايميل بتاعك واكون معلوماتك كلها، فبالتالي اخد منك كل البيانات بتاعتك برغبتك بايدك نفسها. فمفهوم الهندسه الاجتماعيه ده باب كبير جدا لازم الناس تاخد بالهم منه، ما تدوس على اي لينكات وهميه برضو، لانه في لينكات وهميه بتنتشر كتير مع اي ترند. صحيح. زي ترند نتيجه الثانويه العامه اللي حصل لينكات كتير انتشرت برضو، الناس داست عليها وتسحب بياناتها بشكل ملحوظ جدا. طيب في كمان حاجه، يمكن الناس اللي عندها تطبيقات على التليفون بيظهر كده حاجه لما تيجي تنشئ حساب على التطبيقات دي، بما معناه يعني انه لو عايز انه التطبيق ده يتتبعك او يبقى عارف مكانك مثلا، في ناس بتسيبها على طول ان هم بيوافقوا على ده، وفي ناس بتخليها مثلا وانا بستخدم الابلكيشن، في ناس بتختار انه لا ابدا ما تتبع، يعني ما تعرفش مكاني ابدا او ما تتبعش اللوكيشن ابدا. ايه الصح في ده، وهل ده في خطر اصلا؟ الصح على حسب التطبيق اللي هو نزله. التطبيق اللي هو نزله زي تطبيقات التواصل الاجتماعي المعروفة دي اجباري، احنا بنوافق على سياسات الاستخدام اللي هي اصلا بتاخد بياناتنا كلها وبتستخدمها تاني من الدعاية والاعلان. دي ما فيهاش ضرر علينا وكلنا عارفين ده وموافقين على ده. دي التطبيقات اللي هي تقدر تستخدمها دايما فما فيش مشكلة عليها وما فيش خوف عليها. التطبيقات التانية اللي هي اصلا ما ينفعش تدي اذن او بيرميشن للموقع أو إذن للكاميرا، بمعنى أصح من أهم طرق كشف الاختراق على الموبايلات في تطبيق اسمه أنتي سباي موبايل، معروف ورسمي، بينزل من المتجر الرئيسي وما بيدفعش عليه ولا جنيه، وكمان ما بيتاخدش منه أي إذن خالص، هو مجرد التطبيق ده بينزل عشان تكشف إذا كان موبايلك مخترق أو لأ. من ناحية التطبيقات اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي، التطبيق ده بيعمل مسح كامل أو سكان كامل أو كشف كامل على جميع التطبيقات اللي متثبتة عندك، وبالتالي بيشوف التطبيقات اللي واخده اذن للموقع، بيقول لك ده خطر خلي بالك، واخد اذن للموقع ليه؟ يعني مثلا زي تطبيق كيبورد يغير لك شكل الكيبورد، ليه ياخد اذن للموقع؟ ليه ياخد اذن للكاميرا؟ خلوا بالكم من الموضوع ده. التطبيق ده بيكون مكون من 3 خانات، اول خانه لو المشاهدين دلوقتي يعملوها تجربه عمليه، اول خانه هتكون خانه السباي وير، لو جه رقم فوق الزيرو تعرفوا ان انتم موبايلكم مخترق طبيعي 100% فورا، مخترق فوق الزيرو، يعني تطبيق واحد فيه او 2 أو 3 أو 4 كده كده موبايلكم مخترق عن طريق التطبيق ده، فلازم تاخدوا بالكم وتاخدوا اجراء قانوني. ان انتوا بيجيب لي اسم التطبيق انتي سباي موبايل، لا بيجيب لي اسم التطبيق اللي انا مخترق من خلاله بالظبط، بيجيب لك اسم التطبيق وكمان تقدر تدخل وتمسحه، تاخد الاجراء القانوني ان انت تمسحه على طول مره واحده لو معاك الموبايل وتمسحه. تاني خانه اللي هي التطبيقات اللي فيها البرميشن او الاذونات اللي حضرتك اتكلمت عليها، يعني مثلا جايب لك كيبورد او جايب لك لعبه واخده اذن للكاميرا، طب انت بتلعبي هتفتح كاميرا ليه؟ فدي تاخدوا بالكم منها، لانه في ناس بتنزل العاب او بتنزل تطبيق يغير لك شكل الموبايل، يحط لك ثيم معين، مش عارف سمكه طايره، فراشه، مش عارف ايه، ادعيه بتطلع كل شويه. اكبر خطر يا جماعه الموضوع ده، خلوا بالكم بجد، الحاجات دي بتضركم مش بتفيدكم، وكمان بتبطئ من الجهاز بشكل ملحوظ جدا. طب لو مسحت الابلكيشن خلاص؟ لو مسحت الابلكيشن هتكوني اتخذت الاجراء الرسمي ان انت خلاص وقفتي الموضوع ده عند حده. وطبعا الحاجات دي بتبقى ممنوعه، لانه كده كده الاختراق هو الوصول للمعلومه باي طريقه ممكنه، يعني اي طريقه يقدر يوصل للمعلومه، فعشان كده بتبقى ممنوعه، والقانون هنا بيجرم الموضوع ده، وغرامته بتوصل من 50,000 ل 300,000 جنيه، والحبس لمده 2 سنين للموضوع ده. في حاجات كتيره بتحصل في مواضيع التطبيقات اللي هي المجهوله دي. طيب باشمهندس احمد، في بعض انظمه التشغيل يعني لطالما روجت لنفسها إن هي لا يتم اختراقها أبدا، هل في نظام تشغيل فعلا لا يخترق؟ في ناس كتير فعلا بتيجي تقول وتتحدى بعض وتقول لي يا باشمهندس نظام التشغيل iOS ممنوع اختراقه تماما. هو فعلا نظام تشغيل آمن جدا، لكن والله ما في اي نظام تشغيل امن بنسبه 100%. طب حضرتك معاك iOS، الثغره الاخيره اللي لقوها، غير الثغره الاخيره اللي لقوها اللي تحكم كامل في الجهاز عن طريق 15 ثانيه بس حصل. ده ناس مبرمجين وابحاث كبار بيعملوها على الجهاز ويشوفوا الثغرات وكده والكلام ده، والوايت هات والبلاك هات والحاجات دي كلها. سيبوا ده كله على جنب، تعالوا بقى احنا قاعدين كده قاعده زي ما الناس بتقول ده انا معايا iOS وكل حياتي عليها وكل بياناتي عليها ومطمن وكل حاجه، مفيش حاجه مخترقه. هو فعلا نظام تشغيل قوي لكن مش امن. طب انا هقول لك تجربه عمليه او مثال حي دلوقتي. حضرتك معاك iOS صح؟ iOS ده عليه حسابات الميديا بتاعتك كلها صح ولا لا؟ صحيح. وعليه كل حاجه بتملكها. طب ما انا ممكن ابعت لينك خارجي على iOS ده، ابعت لك لينك خارجي اسحب منه او سكامه او شكل موقع، شكل لموقع شهير سوشيال ميديا شهير طبق الاصل، اسحب منه الحساب بتاعك وهو على iOS. طب فين الامان في كده؟ وباراده المستخدم وكده كده ما بتلاحظهاش، لانه الموقع بيبقى طبق الاصل من الموقع مثلا فيسبوك او موقع مثلا انستجرام، بيبقى طبق الاصل بالظبط، مجرد بس دخولك للايميل والباسورد كده. دي اول طريقه خدوا بالكم منها، اللينكات الوهميه دي. وبرضه عشان تكشفوا اللينكات الوهميه دي، لان المشاهدين اكيد هيقول لك طب هنعرف منين؟ في موقع شهير اسمه فيروس توتال، هتدخلوه من البحث العام العادي، هتحطوا نسخ لاي لينك انتوا شاكين فيه. لو جاب لكم اي نقطه حمراء خدوا بالكم منها، ده ما تدخلوش عليه اصلا. لو جاب لكم نقطه خضراء خدوا بالكم برضو انكم ما تدخلوش بيانات فيه. طيب ده حاجه من ناحيه اللينكات. طب من ناحيه بقى الباسوردات والحاجات اللي هي بتتسحب عن طريق iOS او عن طريق الاندرويد، الموضوع ده بس كلام حضرتك اللي انا علشان ادخل على كل حاجه اجيب لينك واحط اللينك هنا. انا علشان ادخل مثلا على لينك محتاج ان انا ادخل على 10 15 ابلكيشن، هتاخد لينك انت شاكك فيه. حضرتك يعني قلت كلمه حلوه قوي. طب ال 10 15 حاجه دي اللي هي المفروض اصلا بتامنك، مش قصادها عندك 20 30 تطبيق سوشيال ميديا و20 حساب عندك؟ بس احنا بدنا نستسهل. طيب الحاجات الاستسهال ده ما بيوقع الانسان في خطر، فانت الحاجات دي خليها من ضمن الاساسيات من قبل اي حاجه. يعني قبل ما تشتري اي موبايل لازم تنزل عنده التطبيقات اللي هي بتحمي لك موبايلك كامل عشان ما فيش اي ثغره تنزل عليك، لانه كده كده لو ما عملتش ده هتستسهل حاجات كتير جدا وبياناتك هتتسحب زي ما بيحصل. موضوع الابتزاز اللي حصلت، موضوع الحاجات الكتير اللي بتحصل متسربه على الانترنت. طيب ده برضو هياخدنا لسؤال تاني مهم، هل في لينكس او ليه شكل معين؟ احنا عارفين HTTP مثلا وما بعدها بالظبط، وما بعدها هل في شكل معين للينك مثلا ممكن يخليني اقلق؟ هنا بقى ممكن اخش على الموقع اللي حضرتك اتكلمت عليه واتاكد، وفي حاجات انا اول ما بشوفها خلاص يبقى ده امن. تمام. في ده موجود. هو حضرتك اللينكات مش كل حاجه، هي اللينكات مش كل الاختراق، لكن من ناحيه سؤال حضرتك شكل اللينك يكون مثلا طويل، بيجيب لك حاجات وهميه، ادخل عشان تربح دقائق مجانيه، ادخل عشان تربح فلوس، كل ده مفيش، صدقوني مفيش الكلام ده خالص، كل ده حاجات وهميه جدا. ومش بس لينك، خلينا ندخل على الخطوه الثانيه برضو اللي كنا هنكملها. طيب دلوقتي لو حضرتك معاكي برضو حسابات على iOS، حسابات زي الواتساب والحاجات دي، عشان انا افتحه مش بيجي لك كود مكون من 6 ارقام؟ طب خلينا نقول للمشاهدين دلوقتي ان في كود تحويل منتشر الايام دي على الميديا، خدوا بالكم منها. كود التحويل ده الهاكر بيكلم الشخص اللي عايز يفتح الواتس بتاعه وبيحول كل المسجات والمكالمات من على موبايلك انت ليه هو، عشان ياخد الكود اللي مكون 6 ارقام ده. خدوا بالكم من الموضوع ده. طب ازاي يحموا نفسهم من الاكواد والحاجات دي كلها لو حد وقع، او لو حد شاكك انه مكالماته او مسجاته كلها متحوله لحد تاني؟ هيكتب شباك شباك 002 شباك. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده اعمليها على الهوا دلوقتي، يلا موبايلاتكم على الهوا دلوقتي حالا، قول لي تاني. شباك شباك 002 شباك. الكود ده بيمسح جميع التحويلات اللي موجوده من ناحيه الرسائل. شباك بالظبط. قول تاني. 002 شباك. الكود ده وظيفته انه بيمسح جميع التحويلات اللي موجوده في الموبايلات خارجه من الموبايل والخط نفسه بالظبط كده، بيقول لك تم المسح سكسسفول كده، مظبوط جدا. طيب عشان ده معناه ان كان في حاجه ولا هي دي بتطلع؟ لا، هو ده بيمسح كل حاجه. لو عايزه حضرتك تتاكدي انه كان في رقم متحول ولا لا، تكتبي نجمه شباك 61 شباك. لو جالك رقم غريب غير رقم شركة المكالمات اللي حضرتك تابعة عليها، يبقى هنا تقلقي مين الرقم ده. لازم تقلقي لأن مكالماتك ما ينفعش تتحول، مكالمات خاصة، رسايلك ما ينفعش تتحول. طب لا تاني بقى. طيب دي تاني ودي نعملها بقى. طيب نجمة لو قلنا شباك شباك 002 شباك ده عشان ألغي كل التحويلات. الكود ده عشان يلغي جميع التحويلات اللي موجودة عندك. يعني ده من حقك ان انت تحويلاتك تكون ليكي انت، لانه ما ينفعش تكون ان وجدت، عشان بس ما نقلقش الناس. ان وجدت بالظبط، ان وجدت. يعني لو حد شاكك ان مكالماته متحوله او ما بيوصلش ليه مكالمات، يعمل الكود ده بكل سهوله، هيلغي جميع التحويلات كلها وهتوصل المكالمات عادي وهتوصل الرسائل. حتى يجربوا ده عملي، وحاجه نظاميه جدا. 002 شباك بالظبط كده. طيب الكود الثاني بقى، عشان تكشفه لو في حد لا قدر الله. هو سؤال، اكشف الاول ولا الغي؟ لا، اكشف الاول والغي. صح. يعني انا دلوقتي لو عملته وانا لغيت، انت لغيت خلاص مش هيجيب لك حاجه. انت عايز تشوف بقى. انا عاوز اشوف. انا لغيت الاول، عايز تشوف بقى يا استاذ احمد. هي الفكره كلها ان الكود ده نجمه شباك 61 شباك بيكشف لك الارقام المحول اليها المسجات والمحول اليها المكالمات، عشان خاطر في ناس بتستغل الموضوع ده. يقول لك خد الكود ده هيديك دقائق على الانترنت، او عفوا دقائق مكالمات مجانيه 1500 دقيقة، لو كتبته هيديك الموضوع ده. في الناس بتكتبه، بيقوم تم تحويل جميع المكالمات للرقم ده، فبالتالي هو يكون مجهز موبايل تاني ويفتح عليه الواتس ويفتح عليه بياناته كلها ويعمل اللي هو عايزه. في لينك بيبقى منتشر قوي اليومين دول، اللي هو يقول لك تلاقي ارسله ل5 على الواتساب وشاهد ما سيحدث لك بعد قليل. ده قديم، ده من 2006 واللينك ده معانا بصراحه. وهتربح مش عارف مليون جنيه والحاجات الغريبه اللي احنا الحاجات دي والله متابعيني من 2006 بصراحه، ولسه والله لحد دلوقتي. يعني لسه من يومين حد بعته عادي. الناس يعني فاهم، لا الناس بقت خلاص بقى اصحابنا اللينك دي، بس انتوا عايزين تلاقوا الموضوع ده. الحظ السيء ل6 سنين حاجات كده. ايوه بالظبط. اعرف شكلك بعد 60 سنه وشكلي لقيته بعد 60 سنه بقى عامل ازاي. الكلام ده كله كلام فاضي جدا. طب لو عايزين نوقف الموضوع ده عن حده، لو اعرف صاحبك او اعرف شكلك او كده الكلام ده، هتدخل على متصفح البحث بتاعك وهتدخل على السجلات. الناس بتمسح السجلات الوقتيه، لا انت هتمسح السجلات اللي هي منذ البدايه. منذ البدايه ان انت هتمسح كل الهيستوري اللي موجود عندك. طب انت ليه بتعمل كده؟ لان كل موقع بتخشه بيسيب اثر رجعي انت ما بتشوفوش، وكل شويه بيجيب لك اعلانات مزعجه زي اللي حضرتك بتشوفها. بيجي لك فوق اعلانات بتخلص البطاريه وبتخلص حاجات كتير على الموبايل وبتخليه يسخن، وبتشك في موبايلك وانت اصلا ما فاكش حاجه. فخدوا بالكم من الموضوع ده. من ناحيه اللينكات اللي الناس بتبعتها، اوعى تدوس عليها، لان في لينكات بتبقى عامله زي السرطان كده، بتنتشر مره واحده. بتبقى مشكله فعلا. فاوعى تدوسوا على اللينكات دي. وزي ما قلت لحضراتكم طريقه الكشف سهله جدا. بعت لك لينك اللي انا مقلق منه احطه على هتحطه على الموقع اللي احنا قلناه، والموقع ده ساعتها هيكشف لك اذا كان اوكي ولا مش اوكي. اخيرا وسريعا جدا، انا بقى اعرف ازاي اصلا او امتى المفروض اشك ان انا تليفوني كل حاجه ممكن تكون مفتوحه عند حد تاني او متحوله على حد تاني؟ حلو السؤال ده جدا. اول حاجه، احنا تليفوناتنا دلوقتي ما فيهاش تطبيقات حمايه والناس مستسهله الموضوع. اغلب التليفونات اللي بمسكها اكشف عليها للناس، ما بلاقيش فيه تطبيقات جارد او حمايه. الناس فاكره ان الموضوع ده غلط. التطبيقات دي لازم تكون موجوده اولا. تاني حاجه، لو موبايلك لقيتيه بيهنج قوي او بيسخن قوي، ما تقلقيش عشان الناس برضو ما تتخضش. احنا مش طالعين هنا نخض الناس، بالعكس احنا عايزين نفيدهم، لان السخونه دي هي كده كده محتويات الجهاز بتهلك وقت الاستخدام، فبالتالي بيسخن الموبايل. ما تقلقوش، الموضوع اللي هو منتشر على الانترنت لو كتبت السؤال ده على البحث هيقول لك لا ده موضوع السخونه دليل على علامه الاختراق، الكلام ده كلام فاضي جدا. هو كده كده البرامج اللي بتكشف، برنامج بسيط اللي احنا قلناه اللي هو أنتي سباي موبايل بيعمل كشف كامل على الموبايل، ولو لقى حاجه بيجيبها لك في اول خانه وتخليه دايما معاكي هو. وتطبيق تاني اسمه افاست بيشيل لك كل التطبيقات اللي جايه من بره، وفي نفس الوقت تفعلي خدمه البروتكت. ده التطبيق اللي انا بستخدمه في حاله لو موبايلي تم اختراقه فبروح عفوا التطبيق ده بتحطه عشان تكشف على موبايلك اذا هو مخترق او لا، او في تطبيقات مخفيه موجوده او لا. والعكس بقى، موبايلي تم اختراقه وعاوز اللي انا يعني اوقف هذا الاختراق، لما تكشف على الموبايل ده هتلاقي البرنامج المخفي اللي بيسحب بياناتك هتقوم مسحه فورا. ده اول حاجه. نعم، اسم التطبيق تاني أنتي سباي موبايل. لقيت برنامج لا قدر الله عندك يسحب بيانات او يفتح كاميرا صوت وصوره او يفتح لوكيشن او كده، هتقوم مسحه وهتنقل بياناتك كلها من على الموبايل عندك على ميموري خارجي او كمبيوتر تاني، وبعد كده هتعمل استعاده ضبط مصنع كامله للموبايل وترجع بياناتك. واول برنامج تنزله اللي هو الافاست او اي برنامج تاني اللي هو مالوير بايت وهكذا، بحيث ان هو يحمي لك الموضوع ده. وفي نفس الوقت هتنزل التطبيق ده بحيث ان لو حد ثبت لك حاجه من وراك يبان على طول نوتيفيكيشن او اشعار في التطبيق ده على طول. طيب سريعا برضو عايز اعرف منك لان في اسئله كتير جدا طبعا الحقيقة. انا الحلقه والله صغيره قوي بالظبط، بس في حاجه مهمه لازم سريعا عشان نقدر ناخد كم كبير من المعلومات. طبعا انا حسابي تم اختراقه ايا ما كان الحساب، انستجرام فيسبوك ايا ما كان الحساب بالزبط. ازاي اقدر ارجعه؟ طيب احنا اول حاجه ما قلناش ازاي نامن حساباتنا على الانترنت، وده اهم سؤال. طيب ازاي نقدر نرجع الحساب بتاعنا؟ لازم الناس دلوقتي لو مسميه اسامي مستعاره زي ورده الشام، الورده الحمراء، الكلام ده كله غلط، لازم تسميه اسم زي البطاقه بالظبط، بحيث انه لو لا قدر الله اتسرق هتصور البطاقه بتاعتك على مكتب عادي وتتصور البطاقه تحت دقنك سيلفي، وبعد كده هتعمل رساله للدعم الفني انه حسابك تم اختراقه، وهتعمل الرساله من على الموبايل اللي كان مفتوح عليه حسابك. ضروري جدا عشان خاطر الدعم يعرف ان الحساب مفتوح على الاي بي ده، وفي الاخر هيرد عليه وهيرجعوا لك خلال 24 ساعه دي 100%. وبمجرد اصلا لو ده الكلام ده لو ما عرفتش انت تعمل استعاده ترجعه عن طريق استعاده الحساب او استعاده كلمه السر، لانه احيانا المخترق بياخد الحساب يغير كلمه السر، ما بيكونش لسه ضاف ايميل او حاجه، فبتعمل استعاده كلمه السر تاني هيرجع لك كل بياناتك وفي نفس الوقت. وخطوه بسيطه جدا. لكن لو ما رجعتش وفي ناس مسروق حساباتها لازم يكون الاسم مطابق للبطاقه، وهتصور البطاقه على المكتب وهتصورها سيلفي تحت دقنك ايا كان ايه نوع السوشيال ميديا اللي اتسرقت منك، وهتبعت للدعم وتفضل وراهم هيردوا عليك. ولو ما ردوش عليك كده كده عندهم بلاغات كتير جدا من الموضوع ده، فاصبروا عليهم شويه وهيردوا عليكم تاني. وانا يمكن اكثر حظا لو حصل معايا ده هكلمك على طول اكيد طبعا. يعني انتوا وراكوا ظهر يعني صحيح. الحمد لله. خليني اسالك برضو سؤال، فكره التطبيقات اللي بتنزل على الموبايل دايما بتطلب مني السماح اللي هو يدخل على الجاليري، السماح اللي هو يفتح او الاذن اللي هو يفتح الكاميرا بتاعتي المايك، والناس طبعا بتدوس وانا عاوز اخلص، انا عاوز انزل الابلكيشن. لا 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 خالص، خليك يعني خلي المستخدم اللي عامل التطبيق ده خليه عاقل شويه ويشوف التطبيق اللي بياخد سماح على ايه، حاجه عقلانيا كده. لو كيبورد ياخد سماح على الكاميرا لا، لو حاجه يعني بالعقل، ليه كيبورد يفتح كاميرا؟ ليه كيبورد ياخد صوت؟ فما تدوس السماح على اي حاجه لان الحاجه دي بتضرك. الدوسه دي والله ممكن تضرك وانت قاعد دلوقتي ومش عارف. ولو انا رفضت هينزل التطبيق بشكل عام؟ رفضت لا، وفي تطبيقات لو رفضت بيلغي، ده تخاف منه بس خد بالك. في تطبيقات بتديك كذا برميشن او كذا اذن تدوس عليها سماح، انت ممكن تلغي اذن اذنين، يعني لو في كاميرا ومايك تلغي الكاميرا والمايك، هو لو اتنطط مش هيفتحه. طب تعالوا في بعض التطبيقات يا باشمهندس احمد بيكون شرط اساسي ورئيسي لدخولي على هذا التطبيق فكره اللي انا السماح بمشاركه كف بياناتي بالزبط. وانا بدوس موافق. التطبيقات دي اللي هي تطبيقات السوشيال ميديا الكبيره اللي هي الاختراق الغير مباشر اللي احنا كلنا عارفينه ان هو حساباتنا او حياتنا كلها على الميديا او على الانترنت، وبنديهم كل حاجه، تاريخ ميلادنا وايميلنا وكل حاجه، وبالتالي بيعيدوا استخدامها تاني للدعايه والاعلان. اثباتا على كلامي واحنا قاعدين دلوقتي لو اتكلمنا مثلا على منتج غساله، قلنا غساله 5 مرات هتفتح هتلاقيها طالعه لك، ليه؟ كل حاجه مربوطه ببعض، لان واخد اذن من المايك سمعنا، واخد اذن من الكاميرا 24 ساعه، الفيس والواتس وكل حاجه عندك سمعانا. قول دلوقتي غساله 5 مرات، تعالى عند الحلقه بعد الحلقه هتلاقي الدنيا كلها ظاهره لك غساله غساله غساله. لو قلنا اسم شخص اصلا بنلاقيه على طول في البيبل. ليه بقى؟ ليه بقى؟ تعرفي ليه؟ لانه انت كده اللوكيشن متاخد سماح برضو، فبالتالي عندك كيلو يجيب لك الاشخاص اللي عندهم نفس الحساب اللي مفتوح عندك، او نفس الحسابات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا اللي عندك، هيجيب لك ده موجود جنبك، تعرفيه ولا لا؟ بطريقه غير مباشره، عشان خاطر الموضوع يكبر والداتا تكبر. احنا في عصر الداتا، كل ما يكون معاك داتا اكبر كل ما تكون انت قوي اكتر. ففي حاجه بس معلش عايز ازكن عليها قوي، موضوع برضو الكاميرا والصوت. في تطبيقين حلو قوي عشان انت بقى تريح نفسك من موضوع السماح وتريح نفسك من الموضوع ده، مايك بلوك وكاميرا بلوك، من اسمهم بيدي بلوك للكاميرا وبيدي بلوك للمايك. يعني بمعنى صح كانك مثلا ماسك الموبايل كده وحاطط لزقه زي ما كنا بنعمل زمان، لزقه على الكاميرا ولزقه على اللابتوب. التطبيقات دي بقى هي اللزقه اللي عندك، بدل ما تحط لزقه وتمشي بلزقه كده وكل شويه والكلام ده، التطبيقات دي بتعمل لك بلوك للكاميرا وللمايك، بحيث انه لو لا قدر الله حد حط لك حاجه وكده، لا مش هيقدر يفتح. ولو انا عايز استخدم الكاميرا مثلا في انستجرام، لا الكاميرا هتتفتح، كل حاجه هتتفتح وتمام، لكن عنصر خارجي مش هيعرف يفتح. الله ينور، بالظبط كده، العناصر الخارجيه مش هتعرف تفتح الحاجات دي. فبالتالي احنا نكون مؤمنين اكتر من اللازم، حتى لو حصل اي ثغره اعملوا تحديثات اول باول، عشان خاطر التحديثات دي مهمه جدا وما بتتقلش الجهاز ولا حاجه. الكلام ده كله كلام فاضي وكلام بيتقال كتير ومستغرب منه، لازم نوعي الناس عليه لانه ده مهم جدا. احنا في عالم مفتوح. طبعا الشخص الذي يسلم فيه هو الشخص الذي يحترس طبعا، ويكون ليه او عنده نوع من انواع الحيطه والحذر، ويستخدم التكنولوجيا الاستخدام الامن. بالظبط كده. باشمهندس احمد طارق، احنا بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وعلى هذا الكم الهائل جدا من المعلومات. لسه والله ما قلناش التامين بتاع الحسابات، بس نعوضها في حلقه. يعني انا ضيف عزيز علينا دايما في صباح الخير يا مصر، واكيد هيكون في لقاءات ثانيه ان شاء الله باذن الله. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر، المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، نورتنا في صباح الخير مصر. الله يخليك، تسلمي، شكرا ليكم. طيب مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. اعجاز ما يقدمه، هو اعجاز. ميسي هيتس وان، اوه واتس ا جول. ضربة أولى عالمي يا زعيم. مجلس إدارة النادي الأهلي وجه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة اللي فاتت اللي تولى فيها المسؤولية. وأكد المجلس على تقديره الخاص للجهد الكبير اللي بذله سواريش ومساعديه ومحاولاتهم في بذل أقصى جهد سواء في التدريبات أو المباريات، وده في إطار الاحترام والاحتراف اللي بيحكم العلاقة بين الطرفين. تم إنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي، وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في خطواته الجاية. المسؤولين في نادي الزمالك بدأوا التدريب لسفر بعثة الفريق الكروي الأول لقطر، وده لمواجهة الهلال السعودي يوم 9 من الشهر الجاي في كاس لوسيل، ده على استاد لوسيل المونديالي. واللجنة المنظمة للبطولة عملوا فيديو ترحيبي للزمالك بالمناسبة دي. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي راوي فيتوريا قرر أنه يعلن قائمة أسماء المحترفين الأولية، هيكون يوم 4 سبتمبر اللي جاي، ثم القائمة النهائية وهتكون 17 سبتمبر بعد انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق واللي هينطلق في الفترة من 13 ولحد 27 سبتمبر. وجت قائمة اللعيبة المحلية اللي تم اختيارهم هم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف. حقق فريق أرسنال رقم مميز في بطولة الدوري الإنجليزي، وده بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1، وده في الجولة الخامسة في مسابقة البريمير ليج على ملعب الإمارات في المباراة اللي جمعتهم امبارح. وبكده أرسنال بيحقق 5 انتصارات متتالية من بداية انطلاق الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ووضعته منفردا على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة ليحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخه بالفوز في أول 5 جولات من المسابقة. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقق الفوز على فريق نوتنجهام بنتيجة 6-0، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي مانشستر سيتي وصل رصيده ل 13 نقطة، ونوتنجهام في المركز ال 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقط. فريق ليفربول حقق الفوز على فريق نيوكاسل بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب أنفيلد، ده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونجح نجمنا المصري محمد صلاح في صناعة هدفين للمباراة، وده لصالح فريق ليفربول. خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لميا. يعني من الرياضة نروح للاقتصاد، لأن مفيش شك إن في إجراءات كتيرة قوي بتتاخد في الوقت الحالي علشان تقدر اللي هي تقلل من تداعيات الأزمة العالمية، ومن ضمن هذه الإجراءات تيسير الإفراج الخاص بالواردات وخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وده بطبيعة الحال هينعكس على حالة السوق والانتعاشة اللي ممكن تحصل في الأسواق، وكمان بيقلل من تكاليف السلع والأمر اللي بيترتب عليه انخفاض في أسعار السلع خلال الفترة القادمة بإذن الله. طيب احنا مشرفنا في الاستوديو للحديث عن هذا الشأن تحديدا الصحفي الأستاذ خليفة أدهم، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي بجريدة الأهرام. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني بنصبح على حضرتك في البداية، وعاوزين نعرف تابعت ازاي الإجراءات اللي خدتها الدولة بخصوص فتح عملية الاستيراد وتقليل الغرامات أو رفع الغرامات اللي موجودة على الأرضيات؟ الحقيقة ده قرار مهم جدا، لأن زي ما حضرتك اتفضلت وحتى كل المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين رحبوا بيه بشكل كبير جدا، لأن هيكون ليه انعكاس ملموس وواضح على توافر السلع بالأسواق، وأيضا أسعار هذه السلع بشكل ايجابي. يعني لان انت لما يعني شفنا بعض السلع موجوده ليها 5 شهور وكده، رسوم الارضيات على هذه السلع الحقيقه بترفع التكلفه وبالتالي الاسعار على المستهلك. كمان تاخر دخول الافراج عن هذه السلع وعرضها بيأخر عرضها، وبالتالي بيخلي عدد السلع المتاحه قليله، وده قد يؤدي الى ممارسات احتكاريه من بعض التجار، وبالتالي رفع الاسعار والضحيه هنا هيكون المستهلك. فمن هنا نشوف قد ايه اهميه هذا القرار وانعكاسه الايجابي خلال الفتره المقبله على توافر السلع بالاسواق، على اسعار هذه السلع بالاسواق. اهم شيء بقى انه ايضا هيؤدي الى دفع حركه الصناعه والمصانع مره اخرى، لان كثير من هذه السلع ايضا مستلزمات انتاج او احتياجات مهمه للصناعه. يعني خلينا نشوف هنا ممكن يكون المصنع شغال في كل شيء، لكن عنده مشكله واحده تعوق طرح منتجاته في الاسواق او تصديرها، زي الكرتون مثلا، حاجه بسيطه جدا. فالافراج الجمركي عن هذه السلع وسرعه، وايضا الغاء الرسوم، وقرار السيد وزير الماليه في هذا الصدد بالافراج اذا كانت استوفى كل الاجراءات فيما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك وكده، فيتم الافراج بشكل سريع جدا مع تخفيض او الغاء الرسوم الجمركيه على هذه الارضيات، فكل انعكاسات على السلع الغذائيه، على اداء وحركه الصناعه، ايضا تاثير ايجابي على الصادرات. اي قرار اقتصادي الحقيقه مهم جدا جدا لدفع حركه الاقتصاد، وبالتالي الحقيقه هيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد وحركه الاقتصاد، وايضا على الاسعار واتاحتها تحت السلع في الاسواق. طيب، عايزه اعرف من حضرتك برضو كمان التكلفه اللي هتتحملها الدوله جراء خفض اجراءات الارضيات والغرامات. اي رسوم حتى الدوله لما بتخفضها بيكون عينها دايما على حاجتين مهمين جدا، حركه وانتعاش الاداء الاقتصادي، وده هيكون ليه مردود على التشغيل، على التصدير. شوفي بقى مردوده الغير مباشر قد ايه على حركه الاقتصاد، والعائد الكبير جدا على الاقتصاد يفوق كثيرا جدا عن الرسوم اللي احنا قد تصل الى بقى مثلا مئات الملايين او حتى لو مليار، لكن المردود او عده مليارات بسيطه، لكن المردود على حركه الاقتصاد، على التشغيل، لان هدف اساسي لاي اقتصاد في العالم هو التشغيل، اتاحه فرص العمل، ومن ثم زياده القوى الشرائيه، زياده الطلب، زياده الانتاج. الحاجه الثانيه المهمه جدا في هذا الصدد ان انت كمان لما الاقتصاد بينتعش، ما في ارباح بتحصل، في اذا ضريبه على هذه الارباح، يعني العجله بتدور. اهم شيء دايما الرؤيه الاقتصاديه المتكامله، وده بيعكس قد ايه ان هناك الحقيقه توجيهات السيد الرئيس للحكومه، تنفيذ الحكومه وعين الحكومه على هذه الفتره بما شهدته من ازمات او مشاكل طارئه، معظمها من الخارج بسبب التباطؤ والمشاكل اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي، ونسبه كبيره جدا من هذا التضخم مستورده الاقتصاد، لأن احنا بنستورد نسبة كبيرة جدا من السلع الغذائية في مصر. مصر مستورد صافي للسلع الغذائية حوالي 65% من الغذاء بتاعنا، وبالتالي الحكومة عينها على دفع حركة الاقتصاد، على التشغيل، على تخفيف العباءة عن المستهلك المصري وفقا لتوجيهات السيد الرئيس. شفنا الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، يعني في أبريل الماضي 130 مليار جنيه من الموازنة كانت منظومة، شملت هذه المنظومة في تعزيز الحماية الاجتماعية، زيادة المعاشات، زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، كمان رفع الحد لإعفاء الضريب ب 25% من 24,000 جنيه إلى 30,000 جنيه، وتم تبكير تنفيذ هذه الإجراءات بدل من أول السنة المالية في يوليو، بدأ تنفيذها في أبريل بتوجيهات الرئيس. فإذا الحكومة والسيد الرئيس قد إيه بيسعى إلى حركة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد والأداء الاقتصادي، وده انعكس على معدل النمو اللي حقق أعلى نسبة نمو فقط حتى توقعات صندوق النقد الدولي والحكومة نفسها بنهاية السنة المالية الماضية 6.6%. كان الحكومة تتوقع 6.2%، لكن الأداء اللي حققه الاقتصاد المصري في التسع شهور الأولى من السنة المالية الماضية كان 7.8%، يعني الحقيقة معدل نمو عالي جدا. صندوق النقد الدولي حتى رغم وهو البنك الدولي، رغم أنه هو خفض توقعاته في فترة سابقة في آخر تقرير ليه على نمو الاقتصاديات في معظم دول العالم، الدول المتقدمة وأيضا دول العالم المختلفة، إلا أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.2%، لكن اللي اتحقق فعليا 6.6%. فكلما الحقيقه السياسات الاقتصاديه مهمه، هنا تكمن اهميه الحقيقه ورؤيه والحكمه في اتخاذ القرارات الاقتصاديه في الوقت المناسب لدفع الاداء الاقتصادي، للحفاظ على التشغيل. ومعدل البطاله شفنا تراجع الى 7.2% في نهايه العام المالي، فاذا ده ليه مردود مهم جدا على الاقتصاد وعلى البطاله، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، على ايضا تخفيف العباء عن المستهلك المصري والمواطن المصري. نعم استاذ خليفه، اذا احنا قدام قرار او خطوه الهدف الرئيسي منها هو فكره ضبط الاسواق، وايضا تحقيق نوع من انواع الانتعاش في الاقتصاد المصري، لكن عاوزين نعرف من حضرتك ازاي ده هينعكس بشكل مباشر على الاسعار، لان هو ده اللي بيهم المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي. ده مهم جدا حضرتك، يعني لان دايما انا وانت وكلنا مستهلكين، حتى كل والمشاهد وكلنا، فيهمنا قد ايه المردود الملموس على لما انزل اشتري السلعه دي او توافرها. خلينا نقول حاجتين مهمين في الازمات اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي الان. اول شيء هو توافر السلع، لاننا متابعين الحقيقه في دول كثيره حتى دول متقدمه، وده مش عايزين نقول ايه يعني دايما مقارنه قد تكون في غير محلها، لكن بس الواقع بيستلزم مقارنه، لان انت شايف العالم كله من حواليك، انت مش الوحيد المتاثر بهذه الازمه. نعم، لكن انا بقول لسيادتك فعلا حضرتك لما تشوف دول متقدمه وقويه وحققت توقيه وتقدم اقتصادي غير، وفي هناك نقص ببعض السلع، ازمات كثيره جدا. لما نسمع ان معدل التضخم في دوله زي بريطانيا وفقا لتوقعات سيتي بانك قد تصل إلى 18% بنهاية العام الحالي، قد أيضا حتى البنك المركزي البريطاني بيتوقع أن تصل إلى 13%. الأسعار السلع الغذائية في بريطانيا حققت أعلى معدل ارتفاع منذ أغسطس 2008. شفنا برضو الأزمات اللي بتواجهها عدد كبير من الدول. لما إتاحة السلع ده مهم جدا زي ما حضرتك اتفضلت، وده يكمن قد إيه في القرارات اللي حضرتك عرضتها دلوقتي اتنين، ان انت لما تاخد مثل هذه القرارات بتساعد زي ما قلنا على دوران حركه الانتاج، على الافراج بسرعه عن السلع الغذائيه المهمه في الاسواق، وبالتالي توافر هذه السلع بيؤدي الى كلما زاد المعروض من هذه السلع هينعكس ايجابيا على الاسعار ويمنع الاحتكار. واثنين، ان انت بتلغي رسوم مهمه جدا الحكومه بتنزل عنها في سبيل الحقيقه خفض هذه الاسعار واتاحتها بسرعه للمستهلك، فده شيء ايجابي جدا هينعكس ايجابيا على توافر السلع وعلى اسعارها ايضا. بالتاكيد يا فندم. طب عايز اعرف برضو من حضرتك ايه الهدف من السماح للتوكيلات الملاحيه بنقل البضائع من المواني للمستودعات؟ ده اللي هي المواني الجافه، يعني المستودعات، لان هيتاح الارضيه بدل ما انا دلوقتي الارضيات دي، وبالتالي خدمات لوجستيه سريعه لها رسوم. يعني بدل ما انا دلوقتي حاجز كل هذه السلع في المواني وازدحام كبير جدا في تفريغها وشحنها وعدد شحنها بياخد وقت كبير جدا، وتكلفه النقل وتكلفه كل ده بينعكس الحقيقه على اسعار هذه السلع. فهو هذا القرار حكمته ان انت بسرعه انقل السلع الى الافراج، حتى لو في مشاكل استكمال بعض الاوراق موجوده بالمناسبه كمان هناك، يستطيع ان هو بسرعه يكسب وقت ينقل هذه السلع الى المواني الجافه او الى المواني التخزين المخازن اللوجستيه، وبالتالي سرعه انتهاء من الافراج واتاحتها في الاسواق. فده الحقيقه قرار مهم جدا، لان في النهايه الارضيات بتاع المواني دي تتكدس، وبالتالي تنعكس على الحقيقه قد ايه استغراق وقت كبير جدا في الافراج وسرعه انتهاء هذه السلع وخروجها من المواني وعرضها في الاسواق او اتاحتها للمصانع. التكدس هيؤدي لوجود رسوم حتى لو تم الغائها في الوقت الحالي، بس بنتكلم مستقبلا في سرعه او مرونه في توصيل هذه يعني السلع تحديدا. احنا امام مرحله قادمه، هذه المرحله القادمه هتشهد تثبيت للاسعار ام انخفاض للاسعار؟ لان يمكن المواطن اللي بيتفرج عليها يقول لك انا النهارده لما الحاجه بتزيد جنيه ما بتقلش. فعاوزين برضو نرد رد مطمئن او رد فيه نوع من انواع الواقع حسب تطورات الواقع وانعكاساتها في العالم كله. الحقيقه يعني كلنا نتمنى ان تنتهي هذه الازمات العالميه، يعني بمجرد قرار وقفه او تسويه سياسيه للحرب الروسيه الاوكرانيه هينعكس ايجابيا على اسعار في العالم كله بما فيها مصر. فده حاجه خارج اراده، لكن هي تطورات سياسيه وجيوسياسيه بتنعكس على الاقتصاد العالمي ككل. اتنين، حاجه مهمه جدا ان نستطيع نقول ان ايه اللي بتتخذه الحكومه لتخفيض الاسعار والحقيقه واستقرار الاسعار لصالح المستهلك المصري، وده مهم جدا. اعتقد ان ده اللي بتتخذه الحكومه من سلسله حزمه اجراءات، خاصه شفنا بدء تنفيذ حزمه اجراءات حمايه اجتماعيه من اول الشهر الحالي سبتمبر، وده لتخفيف العبء عن الفئات الاجتماعيه المستحقه. يعني فاعتقد ان ده مهم جدا في امتصاص هذه الاثار السلبيه عن المستهلك والمواطن المصري. صحيح. استاذ خليفه ادهم الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الاقتصادي بالاهرام، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في هذه الفقره. شكرا. مشاهدينا، 9 صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين. اتفضلي يا لميا. شكرا جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين. كما وجه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى 1,000,000 أسرة خلال سبتمبر الجاري، وتتضمن الحزمة الاستثنائية إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة 200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو 3 أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها. أدى المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي منح المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدمته الجليلة للدولة. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعميم ناقلة الوقود أفينيتي، والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها. وأوضحت هيئة قناة السويس أنه فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع ومراقبي الملاحة، وتم تنسيق مع مكتب تحركات بور توفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع ب5 قطارات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قتالا نشب قرب محطة زابوريجي النووية وعلى طول جبهات القتال في الشرق والجنوب، يأتي ذلك فيما تبدأ بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارتها للمحطة اليوم. وقال رئيس الوكالة رافائيل جورسي أنها مهمة تسعى لمنع وقوع حادث نووي. نجحت قوات الأمن العراقية في السيطرة على الأوضاع بمحافظة البصرة عقب اندلاع اشتباكات مسلحة. وأكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة وآمن، مشيرا إلى أن القوات الأمنية منتشرة في كافة أنحاء المحافظة. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن موجة الحر في البلاد تسببت بارتفاع نسبة الوفيات بواقع 29% في شهر يوليو الماضي، وخاصة كبار السن. وأشار المعهد الوطني لدراسة الأجواء والمناخ في إيطاليا إلى أنه خلال الأشهر 7 الأولى من العام الحالي تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تكون الأعلى منذ 200 عام. هذا وتشهد أوروبا ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، فمنذ بداية أغسطس 2021 تم تسجيل درجة الحرارة عند مستوى 49 درجة في بلدة فلوريدا في جزيرة صقلية، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أثينا في يوليو عام 1977. فاز فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. بهذه النتيجة ارتقى فريق ليفربول إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما تواجد نيوكاسل في المركز ال11، كما حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نوتنجهام فورست بنتيجة 6 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي. نهاية موجز 9، نعود لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة، وكمان سؤال حلقة كان متعلق بنفس الموضوع، وهو على أي أساس بنختار شريك الحياة؟ إيه الصفة اللي تخلينا مطمنين واحنا بنختار ان احنا نكمل معاه حياتنا؟ احنا يمكن انا قلت رايي، احمد كمان قال رايه، وحضراتكم كمان قلتوا ارائكم، لكن خلينا دلوقتي نجاوب على السؤال ده بشكل علمي اكتر. خلينا نسال ايه المميزات اللي لازم تكون في شريك الحياه؟ هل لازم يكون في قيم مشتركه بين الطرفين عشان ناسس لاسره صحيه مستقره ومثاليه في المجتمع، ولا ايه هي المعايير المفروض تكون موجوده؟ اسئله كتير جدا هنجاوب عليها النهارده مع ضيوفنا في البرنامج، دكتور محمد محمود حموده مدرس الطب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر، ايضا الاستاذ حمدي عبد الغني مدرب ببرنامج موده للحفاظ على كيان الاسره المصريه. صباح الخير عليكم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، اهلا بيكم. دكتور محمد، هبدا مع حضرتك، عايز اعرف منك ايه هي السمات او المعايير اللي لازم تكون موجوده في شريك الحياه؟ اعتقد في معايير بتكون متغيره، تخص الشخص نفسه، احتياجاته، شخصيته شكلها عامل ازاي، وفي معايير لازم تكون ثابته. طيب، هو خلينا بس نتفق انه ما فيش ابدا في الدنيا معايير ثابته في كل الثقافات وفي كل البيئات، لكن المعيار الاساسي ان انا الاول اعرف انا مين وعايز ايه. يعني المشكله دايما في المقدمين على الزواج ان هم ولا هم عارفين هم مين، يعني مقصود بعارفين هم مين، عارفين ايه المزايا بتاعتهم وايه عيوبهم، ايه قدراتهم وامكانياتهم، فيقدروا يوصلوا لفين بقدرات والامكانيات دي، ولا عارفين هم عايزين ايه. فبتكون النتيجه ان الاختيارات بتكون سطحيه جدا، وبناء عليه الموضوع بعد كده ممكن يفشل. لكن الخطوه الاولى الاساسيه اللي بتقول لي اعرف ازاي اختار شريك الحياه، ان انا اكون عارف انا مين وعايز ايه، يكون عندي هويه. وجود هويه ده مش متوقف على سن معين بالمناسبه، يعني احنا دايما بنقول اصل السن المناسب للجواز هو سن الثلاثينات، اصله اخر العشرينات، مش غلط. هو السن المناسب للجواز هو لما الشخص يكون هويته. للاسف في ناس عندها 50 سنه وما عندهاش هويه، ولا هي عارفه هي مين، ولا عارفه هي عايزه ايه، وممكن يكون بيشتغل في مكان كويس وكل حاجه، بس هي الدنيا جت معاه كده، يعني هو السكه خدته في الاتجاه ده فهو مشي في الاتجاه ده. مغلوب على امره. هو السكه اللي خدته، مش مغلوب على امره، هو السكه خدته في الاتجاه ده، فهو ولا عارف هو مين ولا هو عارف هو عايز ايه. ولما يجي يختار شريكه الحياه، هو كل ما يقعد مع واحده هو مش حاسس انها مناسبه، كل ما يقابل واحده، عشان هو اصلا مش عارف هو اساسه ايه وايه الامكانيات بتاعته، وهو ينفع يرتبط بمين وما ينفعش يرتبط بمين. صحيح. وهو عايز ايه. فهي دي المشكله الاساسيه. لما نوصل بقى ان احنا نحل ازمه الهويه بتاعتنا اللي بتنشا في سن المراهقه اصلا، اللي هو سن 16 سنه، ونعرف احنا مين وعايزين ايه، ساعتها نقدر نقدم على خطوه الجواز. لو ما اتحلتش لحد 50 60 سنه ما تتجوزش احسن. من الاخر. طبعا طبعا طبعا، لانك طول ما انت عندك ازمه هويه هيبقى عندك مشاكل، وهتتجوز وهتطلق، لانك لما هتتجوز هتحس انه مش ده الاختيار المناسب. لان انت مش عارف اصلا هو ايه الاختيار المناسب، انت بتدور على ايه، فتلاقي بتضر شخص اخر، وبتضر كيان، يعني كيان جاي بعد كده اسره بقى واطفال. الشخصيه دي لما يجوا يجيبوا لها عروسه جواز صالونات زي ما بنقول، يشوف 50 عروسه ولا واحده عاجباه. هو ليه ولا واحده عاجباه؟ عشان هو اصلا مش عارف هو عايز ايه، هو اصلا هو مش عارف هو مين. جواز الصالونات ده هنجيله على جنب، ده كده حاجه لوحده. انا بدي بس الحب ده هنسال فيه برضه يعني. بدي بس نموذج لانه ازاي اعرف مواصفات شريك الحياه. صحيح. الاول اعرف مواصفاتي انا. احيانا بيبقوا عايزين كل حاجه، يعني حاجه تفصيل كده. ما هو ما فيش حاجه في الدنيا اسمها عايز كل حاجه. بالزبط. ما هو برضه ده ادراك خاطئ للامور، لانه اللي يناسبني ما يناسبش غيري. ما هي اللي فيها كل حاجه دي، هل امكانياتي انا تسمح اني ارتبط بيها، ولا انا بالنسبه لها هبقى قليل؟ يعني اجبنا لك واحده فيها كل حاجه، بس هي اصلا لو ارتبطنا هي هتشوفني بالنسبه لها طول الوقت ان انا قليل، فهتكون النتيجه برضو الايه؟ الفشل. صحيح. طيب اروح لاستاذ حمدي، لان استاذ حمدي عنده تجربه هي مختلفه كمان. استاذ حمدي هو كان متدرب في برنامج موده للحفاظ على الاسره المصريه، واصبحت مدرب، فاحكي لنا الاول عن التجربه دي، وبتشوف ازاي الشخص وهو بيختار، او ايه اللي الشخص لازم يدور عليه وهو بيختار شريك حياته. صباح الخير، صباح المودة على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. بالفعل في 2020 كنت أحد المتدربين في برنامج مودة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية. بعديها الموضوع بدأ يتطور، يمكن من حبي في البرنامج، من قيمه، من أهدافه، من المعايير اللي درسناها جواه، بدأت إن أنا أحاول أطبقه في بيتي الأول. هل أنا فعلا ينفع أطبقه ولا لأ؟ من الصعب ان النهارده انزل لناس اتكلم معاهم وانا مش قادر اطبق ده في بيتي، وانا ما بعملش باللي انا بقوله. بالظبط، واكيد برضو مش ملاك، اكيد برضو في حاجات قادرين وحاجات بنحاول نعملها. كنت اذاكر الماده واحاول ان انا اعملها في البيت، هل ده فعلا هيكون مناسب معانا ولا لا؟ هل اللي هقوله للناس يقدروا يطبقوه ولا ده كلام قد يكون مش بتاعنا او نظريات بعيد عننا؟ جميل. بعديها بشويه بدانا الموضوع ان يتم اختيارنا كمدربين، فبدانا ننزل نتقابل مع مجموعات شباب اللي بنسميهم مقبلين على الزواج او حديثي الزواج، اللي هو اول 3 سنين جواز. الا لما نروح بقى للعلم او نروح للاحصائيات هيقول لنا ان اكبر نسب طلاق بتكون في اول 3 سنين زواج، اكتر فتره فيها مشاكل بالظبط كده على ما يتاقلموا او يتكيفوا ايا كان المسمى اللي ممكن نقوله. في الفتره دي بدانا نشوف حاجات غريبه، حاجات فعلا غريبه. هو المجتمع المصري، احنا كلنا واحد، كلنا من، لكن لا، ده ممكن قريه عن قريه تختلف في عاداتها في طباعها في تقاليدها. بقينا نشوف حاجات فعلا تضحك وفعلا حاجات تضايق او تزعل، يعني فعلا تعمقنا جدا بقى في نسيج المجتمع المصري زي ما بيقولوا بقى. فخدنا منهم الجميل مع الدليل التدريبي القوي بتاعنا المبني بطريقه علميه. بدانا نطبق اللي بنسميها جوانب حياه عليها، الجانب النفسي يمكن تخصص الدكتور فيه اكتر مننا، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، الجانب الديني. فمسكنا ال5 جوانب بتوع الحياه، مش هتخرجوا مننا. لكن ده قبل الجواز. بعد الجواز لا، تعالوا بقى على المنصه بتاعتنا، في عندنا علماء ممكن يردوا عليكم، اما احنا كمدربين هنقف عند هنا، احنا هننصحك ونحميك ونقيك من اللي ممكن يحصل في المستقبل. طيب لو هنتكلم مثلا في قصه، لو وقعت في المحظور يبقى اذا هنا اهل العلم هم اللي بيتدخلوا، مش بتاعتنا. دكتور محمد يرد، الدكاتره اللي معانا على منصه موده قادرين ان هم يردوا في حل المشكلات والخلافات الزوجيه اللي بعد كده. ولكن انا بحميك، بقول لك طريقه حل المشكله، ازاي تتعامل، ازاي تتواصل. الدليل ما شاء الله عليه، يمكن مجمع كل ده من خلال خبرات ومشاكل سابقه ادت لطلاق في بيوت مصريه قبل كده. طيب دكتور محمد، خليني ارجع لحضرتك. يمكن احنا كبرنا على فكره انه الجواز مبني على الحب فقط والاحتياج العاطفي وبحبه يا بابا اللي احنا متعودين عليها، وفي ناس فعلا بتختار على اساس الاحتياج العاطفي من غير ما ابص الشخصيه اللي قدامي عباره عن ايه، سماتها ايه، تنفعني او ما تنفعنيش، عيوبها تناسبني او ما تناسبنيش، مميزاتها كافيه بالنسبه لي ولا لا. هل الجانب ده لما يجي شخص او لما تيجي بنت تختار شريك حياتها، هل الجانب العاطفي فقط او الاحتياج العاطفي فقط كافي؟ لا طبعا، يعني انت كلامك صح جدا. انا لازم اشوف المزايا بتاعت الشخص اللي قدامي والعيوب، ولازم احاول القط سمات الشخصيه بتاعته عامله ازاي عشان اقرر اكمل معاه ولا لا. وفكره انه العلاقه بتكون مبنيه على الحب بس، يعني حتى ده عندنا مثل مصري قديم بيقول لك مرايه الحب عمياء، فده معناه انه طول ما انا بحب مانيش شايفه العيوب، وده ما ينفعش. انا لازم يعني ابص على المزايا وابص على العيوب واستخدم عقلي مع قلبي، لانه ده بعد شويه هنبدا نفقد الارتباط العاطفي ده. الحب عباره عن هرمونات في الاساس، يعني هرمون الادرينالين والدوبامين هم المسؤولين اساسا عن الاحساس بمشاعر الحب، اللي هو لما اشوف حبيبتي ضربات قلبي تزيد، وشي يحمر، ايديا تترعش، الاقي نفسي عايز اقول كلام بس مش عارف اقوله، متلخبط. دي مشاعر الحب الاساسيه. صحيح. بعد شويه مع الوقت الدوبامين والادرينالين بيبداوا يقلوا ويعلى مكانهم هرمون تاني اسمه هرمون الاكستوسين، اللي هو هرمون الاتاتشمنت، اللي هو هرمون التعود. الكنبه دي في بيتي بقى لها سنين، فلو حركتها من مكانها او اتبرعت بيها لحد او رميتها هبقى متضايق عشان كنبه مش عشان شخص، لانه الاكستوسين بدا يطلع بيني وبين الكنبه. قطتي اللي ماتت انا زعلت عليها عشان الاكستوسين اللي بيطلع بيني وبين قطتي. فبقى المشاعر الموجوده هي مشاعر التعود، ما بقتش المشاعر الموجوده هي مشاعر الحب اللي كنا حاسينها في الاول. فاحنا ما ينفعش ناخد اختيار بناء على شويه ادرينالين وشويه دوبامين عاليين، لان شويه الادرينالين والدوبامين دول بعد شويه هيقلوا، مش هيفضلوا بنفس الدرجه. صحيح. خصوصا مع التعود، يعني طول ما انا بشوفها مره في الاسبوع ومرتين في الاسبوع هتظل الادرينالين والدوبامين بيعلى لما اقابلها، لكن لما اشوفها كل يوم الدوبامين والادرينالين مش هيعلوا، واللي هيبقى موجود طول الوقت هو الاكستوسين، فالموضوع يبقى تعود. عشان كده مع الوقت بنقول الموده والرحمه بقى اللي هو الاكستوسين ده، مش الحب، يعني وجعلنا بينهم موده ورحمه اللي هو هرمون الاكستوسين ده، هو ده المسؤول عن الاتاتشمنت، عن التعلق بالاخر. ده غير ان الاحتياجات مختلفه دايما، يعني الاحتياجات دايما بتختلف من سن لسن ومن ظرف لظرف ومن وقت لوقت. بالظبط كده، وهيظل دايما الاحتياجات مختلفه، لكن ما ينفعش احكم اختياري بناء على شويه هرمونات طالعه في لقطه معينه، لانه بعد شويه الاعجاب اللي بنقول عليه يعني الحب بتكلم على الحب والاعجاب، هو بيبتدي في اول مراحله اعجاب. حلو، بس انا لما بتكلم على شويه هوايات دول هي بتتكلم كلام علمي بحت، مفيش شك. ما ينفعش بقى احكم اختياراتي بناء على شويه هرمونات. ايه رايكم نروح لراي الشارع ونروح كاميرا صباح الخير يا مصر كانت موجوده في الشارع وسالنا الناس السؤال ده، بتختاروا شريك حياتكم على اي اساس؟ نسمع اراء الناس كانت عامله ازاي ونرجع ونحللها. في ظاهرة بتتكرر كل سنة في الوقت ده تحديدا في شهر أغسطس وسبتمبر، بتفتح كل مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي اللي قرا فاتحة واللي خطب واللي اتجوز، فهنا كل واحد لقى شريك حياته، ربنا يسعدهم أكيد. بس حبينا إن احنا ننزل الشارع ونسأل الناس سؤال مهم جدا عن إيه مواصفات شريك حياتك، وهل بتفضل الجواز عن حب ولا جواز الصالونات؟ تعالوا بينا نشوف الناس قالت إيه. انت مرتبط ولا؟ انا للاسف انت ما فيش نصيب يعني لسه؟ لا لسه، انا بره الموضوع ده خالص. ايه صفات شريكة حياتك؟ يعني لو على نفس الشكل هي مثلا قصيرة، تركيز على الطول. انا واخد بالي، انا بالنسبة لي لازم ابقى طويل. انت شايفني انا طولي كام؟ اهم حاجة بس ان هو يكون بيحب بجد، قدر الحياة، متعلمة، تكون هادية، ما بتعملش دوشة وبتاع، يعني بحب الهدوء. تظبط معايا الدنيا ونقف جنب بعض لغايه ما نبني بعض، اللي هو يجي عنده لا مبالاه، لا يرمي المشاكل على اللي في البيت وملوش دعوه باي حاجه. تبقى بتعرف تطبخ، انت جاي اصلا على هي بتعرف تطبخ، بس يعني انت جاي على اكل مش جاي على جواز. شيك كده، شكله نظيف حلو، شكلها حلو، فاهم؟ عشان انا سطحي. لازم يكون جنتلمان ماشي، وما بيلعبش، والشغل اللي احنا عايشينه يمين دول يعني يا بخته وهو بيسمع الكلام ده بقى. يكون عنده ستايل يعني، مش بيلبس خلاص. هي الفكره بس في الحوار ده كله تكون متفاهمه. هعمل له تيست طبعا، لو معاه فلوس اول حاجه يعملها ايه؟ لو قال لي اشتري عربيه اعرف انه فاشل، والله على حسب الاحترام والادب وكده، فاهم؟ فالدنيا تبقى حلوه. اهم حاجه يكون بيعامل اهله كويس جدا، عشان هو لو بيعاملهم كويس اكيد هيعامل لي انا كويس. بعد كده اي مشاكل بتكون سهله يعني. غير كده ناخد اجازه مفتوحه بقى، اللي هو عادي. المواصفات اللي انت ممكن هتعوزها مش هتلاقيها في الجيل اللي انت عايزه. اهم حاجه انها تكون بنت ناس، فاهم؟ عشان دلوقتي برضو معظم الجيل ده ما بيركزش في الحاجات دي، بيركز على المظاهر. تكون يعني قريبه مني في التفكير معايا، تتحمل مسؤوليه الحياه الزوجيه. يعني الحياه الزوجيه مش حاجه سهله. قول لي انت بتحب انك تتجوز عن حب ولا صالونات؟ يعني عن حب اكتر. بالي حب اكيد. لا حب طبعا، صالونات هيفشل. لا جواز عن حب. شايفه ان الحب احسن حاجه. مش شايف تطبخ، مش هتفرق بقى حب ولا صالونات، عادي. عن حب اكيد. ممكن صالونات تكون كويسه، تلاقي نفسك لما ظبطت الموضوع تحبها. حب ماشي، ما عنديش طبعا مشكله، دي اهم حاجه. مفيش حب مفيش اي حاجه. هو المفروض يعني يبقى عن حب، بس هي شكلها ده هتبقى صالونات يعني. عن حب طبعا، ان انا عارف اللي قدامي وعارف انا بتعامل مع مين وعارف الشخصيه بس. صالونات ماشي، ممكن الموضوع يمشي لطيف. مفيش صالونات دلوقتي، ده ايام زمان. الشخص ده هعيش معاه حياتي كلها، لو ما اعرفوش او مش حباه هعيش معاه ازاي؟ لان هو هيبقى انت مش عارف اصلا انت عايش مع مين، فاهم قصدي ايه؟ مش هنقعد نقضيها احنا حب بقى وكده. ممكن افشكل خطوبه عادي، ممكن اسيب اي حد عادي، بس ولا ان انا اتجوز وافشل. واحده مش شرقيه وانا مثلا من محافظه ثانيه، هروح اتجوزها ليه؟ لازم ان انا اقعد معاه واعرف يعني هل ده هقدر احبه او لا. لو ده برضه اللي انا شايفها دي صالونات. انت بتمر بمرحله تتعرف على الشخص الاخر، تتعرف على طبيعه الحياه، الشخص الاخر ده بيحب ايه، ما بيحبش ايه، عرفت؟ حاجات كده مش عاجباك من البدايه هتعرف يعني، احسن ما تخش في فتقدر ان انت ما تكملش بقى تخش في العميق وبعدين تنسحب، فتلحق نفسك من الاول، اسهل انك تنسحب. دكتور محمد، يعني اجابات كلها اعتقد اشتركوا في حاجه واحده بس، الاختيار على اساس الشكل، وكان في شخص قال لك انا سطحي، جابها من الاخر. بالظبط كده. طبعا اجابات كلها سطحيه، وده ينم عن الشخصيات اللي موجوده في المجتمع في الوقت الحالي، انه اغلب الناس بقت اختياراتها سطحيه جدا ومبقاش اختيارات عميقه، واللي بيجاوب حتى اجابه عميقه فهو بيجاوبها عشان هو عارف انه طالع في التلفزيون. لكن مش دي الاجابه اللي المفروض خالص الناس تبقى بتقولها او بتفكر فيها. احنا عندنا مشكله انه الجيل اللي قبلينا اللي هو جيل ابائنا وامهاتنا ربوا جيل اعتمادي. يعني ايه ربوا جيل اعتمادي؟ بالظبط كده. فهم بيدخلوه المدرسه وبيحلوا له مشاكله وبيجوزوه وبيعملوا كل حاجه، فالجيل الاعتمادي ده ما عندوش استعداد انه يتحمل مسؤوليه او يتحمل شويه ضغوط، فتلاقي انه اغلبهم يقول لا انا شايل مسؤوليه نفسي بالعافيه، فمش عايز اشيل مسؤوليه حد تاني معايا، بالظبط. ده سبب من اسباب الطلاق، وده سبب من اسباب الطلاق، انه بعد ما بيتجوزوا بتكتشف هي انه متجوزه واحد راجل اعتمادي. هو ما اعتمدش على نفسه في شيء، هو بابا جهز، ماما جابت كل حاجه، والزوجه كذلك الامر، فاصبح كل حاجه بسهوله. فقرار يعني لا قدر الله الطلاق هي كلمه بالنسبه له سهله، وكيان هيتهد، هو ما تعبش فيه بناء اصلا. بالظبط كده، بالظبط كده. ودي لو هنعتبرها غلطه هنعتبرها غلطه الجيل اللي فات. الحاجه الثانيه بقى، الغلطه الثانيه بتاعت الجيل اللي فات برضو، انه ربى بنات مستقله جدا وقويه جدا، ما عادوش زي الست امينه اللي كانت موجوده قبل كده، اللي كانت بتخضع لكل حاجه لانه ما عندهاش اختيارات ثانيه. لا، ده دلوقتي بقى بتشتغل وبتصرف على البيت وعندها اختيارات اخرى، فهي مش هتقبل بالزوج الاعتمادي اللي هو مش عارف يصرف على البيت ومش مالي عينها، فهتقرر الانفصال. وهيشجعها قوي للاسف، ودي مشكله كبيره بقت طول الوقت بنشوفها، الناس اللي بيقولوا على نفسهم ان هم لايف كوتشنج او بيديروا حياه الاخرين او خبراء علاقات زوجيه، وهم ما عندهمش اي جانب اللي انتشروا ده، غير الجروبس اللي على فيسبوك اللي كل واحد بيدلي بدلوه. ده لا، ده دي كارثه بقى تانية، ان انا اصلا اسمع من طرف واحد واحدد الحل من طرف واحد، دي كارثه في حد ذاتها. ونقعد بقى نطلق مصطلحات طبيه هم مش فاهمينها، فيقول لها جوزك نرجسي، اللي قدامي عميق، جوزك نرجسي فروحي اتطلقي. احنا كلنا عندنا جزء نرجسي، مش معنى انه في حد عنده جزء نرجسي يبقى هو كشخص عنده اضطراب الشخصيه النرجسيه. طبيعي، لازم في جزء فينا يعني بيفضل نفسه، بيحب نفسه. احنا على حتى بنقول كده طول الوقت، لو ما عرفتش تحب نفسك صح، مش هتعرف تحب الاخرين او تعطي حب للاخرين. صحيح. طيب انا هروح لاستاذ حمدي. من الاجابات اللي احنا شفناها دي، يعني اكيد حضرتك مر عليك مشاكل توقفت عندها، يعني ما صدقتش انه في هنا ازاي دي تحصل مشكله. انا عن نفسي والله اعرف 2 اتطلقوا بسبب كيكه، يعني انا عن نفسي عايزه اعرف من حضرتك اغرب المشاكل اللي توقفت عندها او ما صدقتش ان احنا وصلنا للمرحله دي، خاصه المجتمع المصري يعتبر مجتمع يعني بيقدس العلاقه الزوجيه وبيعتبر الطلاق ده حاجه كبيره جدا وحاجه يعني زي ما بيقولوا عليه دايما ابغض الحلال عند الله. جميل. هو انا طبعا ما استغربتش من الاجابات من التقرير، لان احنا فعلا بنشوف ده يوميا. يمكن من 3 أيام بالظبط كنا في برنامج بننفذه مودة، فكان الشيء الغريب ان في شاب دايما بياخد مننا الكلمه، انت في ايه؟ في مشكله. ايه هي المشكله؟ واقفه على الطلاق. ايه هي؟ ان ليا صديق وزوجته واقفين على الطلاق عشان لما نزلت بوست على الفيسبوك ابن عمها عمل لها لايك. فين المشكله؟ لما كده واقفين على الطلاق، في بينك وبينها. حضرتك بتتكلمي على الكيكه؟ لا يا فندم، اللايك عمل برضه. بس ده فكره هنا انعدام ثقه. لا بس ثانيه واحده، انعدام ثقه. ابن عمها عمل لايك، انت مدرك؟ ما بقول لك انعدام ثقه، ده ما فيش ثقه خالص. هو مش مساله انعدام ثقه، احنا هنا ممكن نشك ان عنده مرض نفسي. احنا عندنا مرض مشهور قوي في المجتمع ومحدش عارفه، اسمه الديليوجنال ديس اوردر، اللي هو اضطراب ضلالي الشكل، بيكون فيه الشخص طبيعي تماما بس عنده فكره واحده ضلاليه ان مراته بتخونه. فهو اثير الفكره دي وماشي ورا الفكره دي. احنا بنشوفهم كتير في الطب الشرعي النفسي، واحد قتل مراته او قتل ابنه، ونكتشف لما يجي الطب الشرعي النفسي يقعد 45 يوم في الفحص، نكتشف ان هو عنده اضطراب ضلالي الشكل، هي فكره في دماغه ان مراته بتخونه، فهو طول الوقت بيراقبها وطول الوقت بيشك فيها، وبدا يعمل رياكشنات بناء على الفكره اللي في دماغه لحد ما يوصل انه قتلها في الاخر. فعمل لايك ده وهو شاكك فيها وهيطلقها، احنا نشوف ان هو مريض ولازم يروح يتعالج. ده بيحصل فعلا يا دكتور على ارض الواقع. احنا بنشوف ده فعلا في القاعات. انا حكى لي عليه يعني احد ضباط المباحث تحديدا، ان فكره زوج قتل زوجته علشان شك، ليه ركب مع سواق تاكسي قال له اصل انا فلانه دي وصلتها امبارح المكان ده، وصف شكل فقط. فهو لقى مراته نازله لابسه تقريبا نفس الجلابيه او العبايه السمراء، فاذا دي كانت مراتي اللي راحت المكان ده، كنت رحتي فين من ورايا؟ راح قتلها. ده غالبا ديلوجنال ديسوردر، ده غالبا ديلوجنال، ده لازم يتعالج. ما هم دول بقى فكره بقى ان احنا المرض النفسي بنتجاهله وبنعتب عليه وما بنتكلمش في الامراض النفسيه عشان ثقافه المجتمع بينتج عنها الجرائم دي ونسب الطلاق العاليه دي. انا عندي في العياده عيانين كتير جدا عندهم ديلوجنال ديسوردر، جايين عشان الست اصرت انه انت لازم تروح للدكتور لانك بتشك فيا. طب والله دي يعني دي مرحله متقدمه يا دكتور، ان هم جم اصلا لحضرتك. طبعا يعني خدي بالك، الضلالات من ضلالات بسيطه ان هي عملت حاجه فهو بدا يشك فيها، لدرجه الضلالات شديده بقى انه بيدور في ودانها عشان هي لابسه سماعه وبتكلم حد من غير ما هو يبقى واخد باله، ويصحى من النوم. خلينا يا دكتور نسمع استاذ حمدي، نعرف منه ده في قصص هنا. كمل يا استاذ حمدي. لا، ما انا دي كانت المشكله البسيطه، ما انا لو اتكلمت في اكتر من كده مش هنخلص بقى النهارده. لا يعني يا ريت نسمع من حضرتك برضه. خلينا نقول يعني خليني اعرف من حضرتك مشكله واعرف من حضرتك ازاي اتعاملتوا معاها. حاضر. بس اولا احنا مش دورنا ان احنا نحل، احنا بنقي زي ما اتفقنا من البدايه. لكن برضو من ضمن المشكلات الغريبه شويه ان في زوجه جهزت نفسها عشان تخرج مع صاحبتها او زميلتها، فهو قال لها لا لازم تغسلي الحاجه اللي جوه المطبخ الاول، واصر بده. لا دي ما كانتش مشكله جوه بيت، ده كانت بتعمل له محضر ان هو قال لها ده. بتعمل له محضر؟ يا فندم. بايه؟ واللي عامل المحضر نفسه اللي حكي لي القصه دي. بايه المحضر؟ عشان بتشتكي زوجها ان هو منعها ان هي تخرج، واصر ان هي تبدا تغسل الحاجه بتاعه البيت، ومنع انها تخرج مع اصحابها. حضرتك بتضحكي؟ لا احنا مش بنضحك بقى في القاعه، احنا ازاي تقول لي كده؟ انا امراه قويه متحرره، ما ينفعش ان انا اعمل كده. كان دورنا مهم جدا 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 ان احنا نلف مصر كلها. تعالوا بقى كده يا حبايبي بقى. انا هقف عند دي يا استاذ حمدي، معلش. هو فكره برضو هي الحقيقه قايمه، لان انا وجمانة كنا بنتكلم في دي، الموضوع مشاركه. يعني حتى موضوع اللي انت تغسلي الكوبايات ولا المطبخ ولا حتى شغل البيت والنظافه دي، اعتقد الموضوع تشاركي ومفيش اي حاجه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحث على كده ايضا. فالموضوع اللي هو ما فيهوش كبر اللي انا اعمل ده او هي تعمل ده، يبقى في مناصفه ما بيننا في ده يعني. فانتوا ازاي برضو حليتوا المشكله دي؟ او يلا نقول بقى احنا الدليل بتاعنا مبني على جوانب. حضرتك دلوقتي او حضرتك لما سالتي الدكتور على موضوع المعايير، الشق النفسي ده رقم واحد عندنا، الاستعداد النفسي للزواج. هل انا بالفعل عندي استعداد نفسي ان انا اتجوز؟ مشاعري وافكاري وتوجهاتي ناحيه الزواج عامله ازاي؟ اتنين، افكاري ناحيه الزواج. تلاته، فكره الجانب الاجتماعي او المعيار الاجتماعي، عاداتي وتقاليدي وموروثاتي وثقافتي تتناسب مع الطرف الاخر ده ولا لا؟ ده معيار مهم جدا 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 في الاختيار. التقارب، مش التقارب الفكري لو هنقوله، وفي نفس الوقت كمان نقول القبول الشكلي. هل انا مغرم عليا او مفروض عليا الشخص ده، ولا على الاقل في تقبل للشكل بتاعه؟ ده من ضمن المعايير. نرجع تاني لموضوع المشكلات وازاي بنحلها. اول حاجه في المشكلات عندنا نشاط اسمه من المخطئ. من المخطئ؟ يا ترى مين فينا غلطان؟ عايزين نوصل للناس ان في حاجه اسمها التواصل، في حاجه اسمها نقاش وحوار، وايه الفرق ما بينهم. مش كل حاجه ان انا لازم اقول انا عايز ايه، مش كل حاجه انا رايي يمشي ازاي. انا محتاج اسمعك في اوقات من غير ما نلاقي حل. ايه المشكله؟ انا عايز اقول لك رايي في الدنيا ايه، عايز اقول لك رايي في الحياه الجايه ايه. كمان عندنا يعني جلسه كامله بتتكلم عن اهداف الزواج. لو جينا نسال الشباب سالناهم انتوا اختيار شريك الحياه، طب يسالوا بقى تاني كده في تقرير تاني انت هتتجوز ليه؟ بجد هنضحك. الا من رحم ربي. هنضحك لان في فعلا اهداف مش واضحه، هو نفسه فعلا مش فاهمها. احنا للاسف اتعودنا يمكن في الافلام بنشوف مشهد الفرح وبيتكتب عليه ذا اند او النهايه. لكن هو بجد هو البدايه، يعني بجد هو بدايه حياه تانيه. اتنين بقى بجد بالعشره بيعرفوا بعض من اول وجديد مهما كانوا عرفوا بعض لمده طويله، دي قصه تانيه بقى خالص جدا. بس هاخد من كلام حضرتك واروح للدكتور. انا ممكن اتعرف على شخص، خاصه لو هنتكلم في نقطه التقارب الفكري او المستوى الاجتماعي. في ناس بعد فتره مبادئها بتتغير، رؤيتها للحياه بتتغير، ظروفها بتتغير، بتتعرف، تدخل محيط جديد، فبالتالي بيحدث تغييرات في الشخصيه او في وجهات النظر او ما الى ذلك. وهنا بيحصل اختلاف. يعني في ناس تقول لك ما كانش كده قبل الجواز بس بقى كده بعد الجواز. ايه بقى اللي بيحصل يعني؟ المفروض نتصرف ازاي او ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه الشخصيات بتتطور، مفيش حاجه اسمها هو كده طول عمره، هو طول الوقت احنا الشخصيه بتاعتنا بتتطور. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا سمات شخصيه من واحنا اطفال بالمناسبه، وعندنا حاجه اسمها السيناريو بيتكتب من سن 8 سنين كده، من 6 ل 8 سنين بيتكتب السيناريو اللي همشي عليه بعد كده في تكوين شخصيتي. شخصيه تتكون على سن 18 سنه، تتكون شخصيه على سن 18 سنه، بس ده مش معناه انها وقفت على كده. طول ما احنا عايشين في الحياه الشخصيه بتتغير، ووجهه النظر بتتغير، في كل حاجه. فلازم الطرفين يكونوا بيتطوروا بنفس الدرجه عشان يعرفوا يكملوا. لو واحد بيتطور والتاني واقف مكانه، فهو بعد شويه شخصيته ما بقتش هي شخصيته قبل الجواز، ما بقتش هي الشخص هتتماشى مع الطرف ما بقتش هي الشخص اللي هو عارفها وحبها، لان هي بقت شخص واقف في نفس النقطه وهو عمال يتطور طول الوقت. اذا هينفصل بعد شويه فعلا، لانه ما عادتش بترضي طموحه. انا دايما بقول للنواب عندنا في الجامعه، خد بالك وانت نايب اختيارك هيكون بشكل، وانت مدرس مساعد هيكون بشكل، وانت مدرس هيكون بشكل، وانت استاذ هيكون بشكل. ظروف مختلفه طبعا. وهو نايب هو بيقبض 2000 جنيه وقاعد طول النهار في المستشفى، فهو عايز واحده كويسه تساعده وبس على كده. وهو مدرس مساعد الموضوع بيختلف، وهو استشاري او مدرس لا ده بدا يبقى ليه برستيج ويبقى ليه كيان ويبقى ليه صوره، فهو عايز واحده بشكل تاني خالص. فاهمني؟ ده يمكن هيرجعنا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها يا دكتور، انه لو الاختيار تم فقط على اساس الاحتياج فده هيوقعنا في مشكله، ان الاحتياجات دايما، احتياجاتنا دايما متغيره، دايما حسب ظروفنا وحسب وعينا وحسب تطور شخصيتنا وحسب حاجات كتير جدا، فلازم يكون في اسس ومعايير ثابته بختار على اساسها. على اي حال الموضوع كبير جدا ويمكن محتاج يتفرد له حلقات. انا عاوز اخر حاجه بس اعرفها في الموضوع ده بعد اذنك يا شباب، يعني سريعا بس سؤال ختامي بقى نقفل بيه، السن المناسب للجواز. انا قلت في الاول مفيش سن مناسب للجواز. لو هنتكلم في سن فيه نضوج، لا كام سنه تقريبا؟ ده في ناس عندها 50 سنه ما عندهاش النضوج النفسي انها تتجوز، فالموضوع ملوش علاقه بالسن ولكن الموضوع له علاقه بتحديد الهويه. ده راي الطب، نشوف راي يعني الناس المحتكه اكتر بالشارع، سن مناسب للزواج. الاستعداد المناسب، لو انا جاهز النهارده وفاهم يعني ايه جواز ومسؤوليته. الاستعداد ده بيكون في سن كام سنه؟ ملوش سن برضه؟ المناسب طبعا، يعني اتفقنا ان مفيش سن. انت عارف ليه في اوروبا الناس بتتجوز على 40 و50 سنه؟ يعني في اوروبا الجواز في سن 40 و50 سنه، عشان هو بيبقى في المرحله دي هو عارف هو عايز ايه واختياراته ثبتت تقريبا، يعني خلاص شخصيته اتطورت لدرجه الكمال، فهو مش هيبقى بيفكر انه عايز حاجه ثانيه بعد يعني شويه. يعني نبص للجانب المشرق ان هو اصلا هيعرف هو عايز ايه اساسا، يعني في ناس توصل للسن ده وبجد ما تبقاش عارفه هي عايزه ايه. انا هقول لك حاجه اخيره سريعا جدا، كان لينا زمايل في الكليه اتجوزوا هم طلبه في الكليه، بمجرد ما خلص الكليه حس انه اللي اتجوزها دي ما عادتش مناسبه لدكتور قد الدنيا، طلقها. احنا محتاجين نتكلم اكتر في الموضوع ده يا جماعه في جوانب كتير قوي، واكيد هيبقى لينا كمان لقاءات تانية عشان نقدر نتكلم عنه بشكل مفصل اكتر. طبعا بشكر حضراتكم جزيل الشكر دكتور محمد محمود حموده مدرس الطب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر، ايضا الاستاذ حمدي عبد الغني مدرب ببرنامج موده للحفاظ على كيان الاسره المصريه. نشكركم جزيل الشكر، نورتونا. شكرا دكتور محمد، شكرا استاذ حمدي. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع ولسه متواصلين معاكم حتى 10 صباحا. امبارح كان في توجيه مهم جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده المخصصات الخاصه بالاسر الاكثر احتياجا في البطاقات التموينيه لاجراء من الاجراءات الحمائيه ليهم، وبنتكلم هنا على زياده وصلت لحد 300 جنيه للبطاقه اللي بتضم 3 أسر و100 جنيه للبطاقه اللي فيها اسره واحده. في ذات السياق أيضاً والنهاردة وزارة التموين بتبدأ صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، وده بعد الزيادة اللي وجه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات الحمائية الاجتماعية الاستثنائية اللي بتمتد لمدة 6 شهور. تعالوا نروح لمحافظة الجيزة ونتابع عملية صرف السلع والزيادات اللي بتتم لإضافتها أو الزيادات اللي بيتم إضافتها للأسر الأكثر احتياجاً في بث مباشر مع زميلنا أحمد الحسيني. أحمد صباح الخير، قول لي ردود فعل الناس عندك وصرف عملية السلع التموينية على بطاقات التموين. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر. بالفعل ردود فعل إيجابية جدا النهاردة مع صباح اليوم. بالفعل بدأت مديريات التموين في مختلف محافظات الجمهورية بدء صرف السلع التموينية بالزيادات الجديدة اللي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية. خلينا نتعرف على التفاصيل هذا الخبر وايه هي الزيادات الجديده ويعني ايه الاسر الاولى بالرعايه. كمان احنا واقفين هنا في محافظه الجيزه امام احد الاماكن اللي بيتم صرفها هذه السلع الغذائيه في المحافظه. معانا ضيفنا الاستاذ طلعت حسن مدير مديريه تموين الجيزه ووكيل الوزاره. صباح الخير يا استاذ طلعت، يعني كلمنا يعني ايه الاول الاسر الاولى بالرعايه. الأول صباح الخير على سعادتكم وصباح الخير على الشعب المصري أجمعين وعلى فخامة الرئيس في أول يوم لتطبيق الحزمة الاقتصادية الإضافية، الحزمة الاجتماعية الإضافية اللي هي 100 جنيه للأسرة الواحدة، 200 جنيه للأسرتين و3، 300 جنيه لأكثر من 3 أسر. في ظل هذه في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها العالم كله. وبنشكر معالي الوزير والساده المحافظين ان شاء الله. بالنسبه للموضوع دوت بدا تطبيقه اليوم في انه بيجي دلوقتي، انا معايا حتى حاجات ممكن تنشروها حضراتكم، بيجي في بون العيش انه يتم اضافه 100 جنيه للاسره الواحده، و200 جنيه للاسرتين او ثلاثه، و300 جنيه لاكثر من ثلاثه، وبعدين بتنزل على بون صرف السلع التموينيه، لو ليه 200 جنيه اربع افراد بتنزل عليه 100 جنيه او على حسب عدد الاسر. يعني برضو هو تم التوجيه ان هو يبقى للاسر الاولى بالرعايه. عايزين برضو المشاهدين عايزين يعرفوا الاسر الاولى بالرعايه او مين المستحق لهذه الزيادات الجديده. الاسر الاولى بالرعايه اللي هي مستحقين التكافل والكرامه، اصحاب الدخول الضعيفه او اصحاب الدخول يعني البسيطه، الارامل والمطلقات، المراه المعيله في ظل الشروط الموضوعه في الدخل يعني. وبعدين في دي بس حقها 9.1 مليون اسره بعدد 36 مليون فرد على مستوى محافظه الجيزه، على مستوى المحافظات اجمعين، على مستوى الجمهوريه 36 مليون. احنا عدد البطايق حوالي 23 مليون، على مستوى الجمهوريه 9 مليون بطاقه مستحقه، يعني بنسبه 33%. المواطنين بنسبه تقارب ال 50%، 64 مليون مواطن مستحق سلع تموينيه. اللي بياخدوا السلع التموينيه المستحقين لهذا الدعم 36 مليون فرد. أستاذ طلعت، يعني قبل ما انتقل لضيف آخر خلينا نتعرف رسالة حضرتك للمواطنين لصرف هذه السلع التموينية بالزيادات. من اليوم إن شاء الله يتوجهوا للصرف، وممكن يصرف على 4 مرات، ويعني معالي الوزير نزل توجيه بأنه ممكن الفرد يصرف على 4 مرات، لو مش عاوز يصرف أو يصرف على مرتين، يصرف على 3، له خلال الشهر يصرف المبلغ كله على 4 مرات، من مرة ل4 مرات إن شاء الله. الأستاذ طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة ووكيل الوزارة بالمحافظة، بنشكرك شكرا جزيلا. زي ما شفنا يا أحمد المعلومات المهمة، وهنتعرف أكتر على مزيد من المعلومات من خلال ضيفنا أيضا الأستاذ هشام الدجوي، وهو رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالجيزة. أستاذ هشام، بصب على حضرتك وكلمنا عن آلية تنفيذ وصرف هذه السلع التموينية بالزيادات الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. أولا النهارده 1/9 تنفيذا للتعليمات مع الرئيس بالزيادة اللي نزلت. أعضاء الشعبة ورئيس الغرفة ومعالي وكيل الوزارة نزلنا لفينا على المخازن عشان نتأكد السلع على الكلام دوت من كام يوم قبل بداية الشهر، لأن المفروض المخازن دي بيبقى عندها 3 شهور بضاعة موجودة عندها رصيد للمخازن، هي تبع شركة مصرية وليس المخزون الاستراتيجي. المخزون الاستراتيجي 6 شهور وسنة، احنا بنتكلم على المخزون اللي في الشركة المصرية اللي بتورد للمحلات التموين بيبقى عندها 3 شهور. بعد كده تجار التموين بيبقى عندهم 25% من قيمه التارجت اللي بيصرفوه طول الشهر، بيبقى عندهم قبل بدايه الشهر. يعني زي ما سعادتك شايف الساعه 9 الصبح اهو المواطن نزل، لو 25% من المواطنين نزلوا في نفس اليوم هياخدوا بضاعتهم. والمخازن تعليمات معالي الوزير وتعليمات معالي وكيل الوزاره ان المخازن شغاله الخميس والجمعه والسبت، ومدير المكاتب نازلين يوم الجمعه عشان يعملوا استعداد للتجار عشان العمليه التموينيه تبقى سريعه. بالنسبه للبضاعه موجوده كلها، وبنأكد ان الشاي موجود بكل اصنافه، الشركه المصريه موفره الشاي، الرز، بقيه الاصناف، وزي ما سعادتك شايف الكاميرا هتجيب كل حاجه. بالنسبه للزيادات ادي الكوبونات اهيت اللي نزل عليها الزيادات، نأكد ممكن نقراها. نأكد للمواطن ان الكوبون هيطلع في ايدك كده اهو كويس. البطاقه ال4 افراد المفروض بيبقى ليها 200 جنيه مكتوب هنا 300 جنيه، يبقى معنى كده جالك 100 جنيه. هي بتنزل على الكوبون بتاع العيش صريحه، يعني الكوبون بتاع العيش من تحت بيقول لك انت جالك 100 جنيه لمده 6 شهور، جالك 200 جنيه لمده 6 شهور، 300 هكذا. الكوبون بتاع التموين بيجي بالشكل ده، الكوبون يجي الاسم بكل التفاصيل بكله بعدد الافراد، عدد الافراد 4 المفروض ليهم 200 جنيه، بقوا 300 جنيه، فمعنى كده ان هو جاله 100 جنيه. ال4 افراد دول بياخدوا 4 كيلو سكر، 8 كيلو زيت، 2 كيلو رز، هنقول مجازا بال200 جنيه. بقيه ال100 جنيه بياخد بيها دي صلصه، مربى، تونه، ايا كان المنتج اللي هو عايزه. البيت بيبقى محتاج كل المنتجات، فالتنوع موجود والاصناف كلها موجوده. تمام. استاذ هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائيه بالغرفه التجاريه بالجيزه، بنشكرك شكرا جزيلا. وعايزين ناكد كمان يا احمد ان من حق المواطنين اللي هم يعني اللي مش هيقدر يصرف النهارده، يعني خلال الايام القادمه يقدر يصرف براحته بالزيادات الجديده. ده كان المشهد هنا في واحد من الأماكن الصرف داخل محافظة الجيزة، وبدأ النهاردة على مستوى محافظات الجمهورية في جميع الأماكن بدأ الصرف بالسلع التموينية بالزيادات الجديدة. عودة مرة تانية ليك أحمد وجمانة في الاستوديو. صباح الخير. شكرا ليك أحمد الحسيني، وبالتأكيد الشكر موصول أيضا لضيوفك الكرام. حقيقة أنه ردود فعل وإشادات من كل القوى السياسية والحزبية بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقة التموين اللي بتمثل مظلة حماية مجتمعية لعدد كبير من المواطنين، هتوصل لمليون أسرة في شهر سبتمبر. طبعا ده في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير دكتور جمانة، صباح الخير دكتور أحمد، أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير لمصر. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني رؤيتك لهذه التوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، خاصة في ظل ما يحدث عالميا واقتصاديا. الحقيقة أنا عايز أقول إن القرار واستجابة سيادة الرئيس واهتمامه بالأسر الأكثر احتياجا وبالمصريين بوجه عام، مش بالأسر الأكثر احتياجا فقط، لكن هو أب لكل المصريين. لما شعر إن الأمور الاقتصادية أصبحت متأزمة والناس غير قادرة على إنها تواجه أعباء المعيشة، وفي ظل التحديات العالمية اتعامل مع الموقف بروح الأب وروح رب الأسرة، وابتدى يراعي الناس في هذه اللحظات الحرجة وبزيادة المبلغ إلى 300 جنيه. الحقيقه في بعض الناس ممكن تقول 300 قليل، وفي بعض الناس تقول، لكن انا بقول الحمد لله خطوه على طريق في ظل الظروف دي، ويبقى في مراعاه من الدوله للفئات الاكثر احتياجا او للمصريين بوجه عام. النهارده بيستفيد 64 مليون مواطن من الدعم ده. النهارده بنقدر نقول ان في نسبه كبيره جدا هتاخد الزياده الاستثنائيه عشان تقدر تواجه متطلبات الحياه. احنا سمعنا الاخ اللي كان بيتكلم بيقول ان في زيت، في سكر، في كذا، في كذا، في نازل على بطاقه التموين للعيش. المواطن صحيح. كمان يقدر ياخد الدعم اللي جاي له، يقدر يشتري بيه صلصه، يقدر يشتري بيه اي شيء. الحقيقه شيء عظيم جدا، واحنا كاحزاب وحزب اراده جيل ايضا بنقول شكرا سياده الرئيس على شعورك الطيب تجاه المصريين بوجه عام، لان انت اسلكت قلوب الجميع وريحت الناس، لان الناس تقدر تعيش، تقدر تلاقي مستلزماتها الطبيعيه، تقدر تلاقي لوازم الحياه الطبيعيه ليها. فده شيء عظيم جدا، وخاصه في ظل الظروف العالميه اللي احنا كلنا حاسين بيها وشايفينها. العالم كله فيه ايه؟ الغلاء اللي موجود، التضخم اللي موجود، كل الكلام ده كله بيأثر. كان ممكن الدولة تقول والله أنا الإمكانيات مش موجودة، صحيح، وكان ممكن تستند لما يحدث في العالم كله يا فندم، لكن الحقيقة بالضبط. يعني هذه التوجيهات هي إثبات لإرادة الدولة المصرية، وإثبات أكتر كمان للاتصال بالمواطن المصري عن قرب. يعني زي ما حضرتك قلت خطوة على طريق، بنحاول على قد ما نقدر، حتى لو ناس شايفة يمكن أن الرقم ده قليل، لا الرقم ده مش قليل، احنا بنتكلم في مليون أسرة بالنسبة لهذه الزيادة الاستثنائية فقط في شهر سبتمبر. على أي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، نشكرك جزيل الشكر يا فندم. يعني في الحقيقة الزيادة دي جت استجابة لما تم طرحه من القوى السياسية في الحوار الوطني، عشان كده يهمنا نعرف آراء يعني رؤساء الأحزاب تحديدا. نروح للمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. صباح الخير يا سيادة المستشار. صباح النور، صباح النور لحضرتك ولكل فريق العمل والسادة المشاهدين. عاوزين نعرف حزب الشعب الديمقراطي تابع ازاي الزياده الاستثنائيه اللي وجه بيها السيد الرئيس لمحدودي الدخل؟ بنتكلم هنا على زياده بتبدا من 100 ل 300 جنيه على حسب الاسر اللي موجوده على البطاقه، سواء كانت اسره او اثنين او ثلاثه. طبعا عودنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما انه سباق من اجل دعم المواطن المصري محدود الدخل الذي يحتاج إلى المساعدة بشكل دائم. وفخامة الرئيس دايما بيضع في أولوياته وأولويات عمله الاهتمام بهؤلاء الذين يحتاجون إلى الدعم منهم، بخلاف أصحاب المهن الحرة القادرين على بذل مجهودات أكبر والتحرك بأكثر قدر من الحرية لأجل أن هم يحصلوا على دخل اكبر او يستخدموا اساليب عمل اكثر وعندهم قدره على الاحتمال بشكل اكبر. اما القطاع الذي يعتمد على بطاقات التموين وليس لديه من القدرات ما يستطيع من خلاله مواجهه الظروف التي تواجهها كل دول العالم حاليا، فده محتاج دايما الرعايه، محتاج الاهتمام والمتابعه المستمره. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب المثل بأنه مستيقظ دائما، يبدأ عمله في الخامسة صباحا كما نعلم. صحيح. يتابع بدقة كل الأمور، ينزل بنفسه في مواقع الإنتاج. فمثل هذه الشخصية لا يمكن أبدا أن يغيب عنها هذه الفئة التي تحتاج دعمه. صحيح. ودائما يعني كما اعتدنا دائما يعني ينحاز السيد الرئيس للمواطن، وتحديدا المواطن الاكثر احتياجا. لكن احنا مش بس بنتكلم سياده المستشار على دعم في بطاقات التموين، لان في كمان دعم بيقدر ب 900,000 اسره هيبدا صرفه من النهارده، فده برضو شايفه ازاي وازاي هيساند المواطن في هذه الازمه؟ ده بيتكامل مع وجهة النظر اللي أنا بدأت في إيضاحها. نعم. ولا ينفصل عن ما يعني ما قلته في البداية. هذه حزبة من الدعم، حزبة متكاملة يحتاجها المواطن، وقد ذهبت إلى المكان السليم بالفعل. المجتمع المصري بيئن فعلا من الارتفاع الرهيب في الاسعار اللي مش في مصر فقط، في كل دول العالم. ويا ريت تنظر الى دول، مش هنقول دول مجاوره، لا هنقول دول من العالم الاول. صحيح. رفعت نسبه الكهرباء مثلا والطاقه 80%. انجلترا فواتير الكهرباء 80% زياده. ألمانيا اتجهت للفحم. في دول سقطت، دول أعلنت إفلاسها، في دول بتعاني من حروب أهلية، يعني ما عندهاش فرصة لدعم أي مواطن إطلاقا، ومش دول بعيدة، دول جنبينا، مش هذكر أسماء عشان يعني مشاعر هذه الدول. ولكن أنا بقول الحمد لله الذي جعل الرئيس يتخذ هذا القرار الصائب في وقته، اللي فعلا الناس محتاجاه، وبرغم ما تعانيه الدولة من الأنواع اللي حواليها والظروف المتغيرة وارتفاع الأسعار المهلك نتيجة حرب يعني احنا عارفين كويس جدا أبعادها وأهدافها إيه، إلا إن مصر قوية وصامدة ولم تتخلى. ويمكن ده سيادة المستشار اللي بيأكدوا أهمية التخطيط الجيد، لأن من قبل كان في تنقيح لبطاقات التموين وتحديث لبطاقات التموين، كل ده لضمان أن الدعم يوصل لمستحقيه، يوصل فعلا للمواطن الأكثر احتياجا. سيادة المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، إن شاء الله بكرة صباح الخير يا مصر هيكون معاكم في نفس الميعاد. طبعا كان في سؤال حلقة النهارده كمان، يعني شاركنا بعض تعليقات حضراتكم. بكره هيكون في سؤال جديد، مستنيين اكيد اجابات كمان حضراتكم وتواصلكم معانا على صفحه البرنامج في صباح الخير يا مصر. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. بشكرك، وبكره ان شاء الله مع بعض برضو انا وانتي ولميا. يعني نشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في حلقه جديده. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.